يا مساء الخير، اهلا وسهلا على حضراتكم وعلى كل جماهير نادي الزمالك العظيمه في كل مكان. حلقه جديده من حلقات برنامجكم زملكاوي على شاشه قناه ناديكم نادي الزمالك لمتابعه اخر اخبار نادينا الحبيب وكافه المستجدات الكرويه. وفي الجزء الثاني ايضا من الحلقه هيكون ضيفنا الكابتن حسام اسامه، طبعا لاعب نادي الزمالك السابق ومدرب بلديه المحله السابق. كله مستني الحديث عن الصفقات، ولكن في البداية حابب أبدأ كلامي النهاردة عن حاجة مزعجة لدرجة مؤسفة، وهي استمرار الشائعات ومحاولات كتيرة جدا لمحاولة ضرب استقرار الفريق، وكأن في ناس هدفها دايما إن هي تشوف الزمالك مش كويس. يعني أنا صباح الخير صاحي من النوم النهارده نفسي أشوف الزمالك مش كويس، جمهور الزمالك متنكد عليه، في مشكلة في الزمالك نفسي أطلع أتكلم فيها إن كنت على السوشيال ميديا أو على البرامج. وقصة إن الزمالك عانى من إيقاف قيد لثلاث مرات، وقصة إن الزمالك بيسدد ديون لا حصر لها. كل ده مش كفاية لبعض الناس. وفي النهاية اخترعوا أو ضخموا من خلاف حميد بين كابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على منظومة الكورة، وكابتن عبد الواحد السيد لاعب نادينا السابق ومدير الكرة الحالي. إحنا لدرجة إن إحنا بنشوف كلام عن تجميد لمنصب مدير الكرة أو أسماء ما لبستش يعني تيشرت نادي الزمالك الا كام يوم مرشحه للمنصب ده. طب انا هقول لحضرتك على حاجه. ايه راي حضرتك ان وانا بكلم حضراتكم دلوقتي كابتن عبد الواحد السيد متواجد دلوقتي اهو في نفس الوقت متواجد داخل معسكر فريق نادي الزمالك ببرج العرب بالاسكندريه لمواصله مهام عمله طبيعي جدا. طبيعي جدا. كابتن عبد الواحد طلع واتكلم وعقب على الامر بان علاقته بكابتن احمد سليمان وطيده ومفيش اي خلافات ما بينهم، وعلاقته بالكابتن احمد سليمان ممتده من سنوات عديده من وقت لما كان مدربه في منتخبنا الوطني. يا جماعة الخير، الدوري المصري فيه 18 نادي. هل مفيش في الدوري المصري كله إلا الزمالك عشان نشوف مع كل دقيقة خبر سلبي عن نادي الزمالك؟ يا راجل ده احنا لسه النهارده اهو بنفك إيقاف القيد، لسه بندفع فلوس لتالت مرة في أقل من سنتين. في أقل من سنتين عدد اتنين موسم نادي الزمالك كل ميركاتو يفك القيد. طب هل نادي الزمالك هو النادي الوحيد في مصر اللي بيتحرك في ملف الصفقات عشان يكون هدف البعض هو يعني جماعة لما بنسرب أسماء بنرفع الأسعار بأضعاف الأضعاف، وعلى مين؟ على الزمالك. في ناس تحس إن شغلتها اليومين دول هما اليومين دول، أنا شغلي اليومين دول ال 20 يوم بتوع الميركاتو. شغلي إيه؟ الحق. نادي الزمالك بيفكر يتعاقد مع ميسي. نادي الزمالك بيفكر يتعاقد مع أي لعيب على الكوكب. طب ما الإسماعيلي بيتعاقد، والأهلي بيتعاقد، والاتحاد بيتعاقد، والمصري بيتعاقد، والزد كل الفرق بتتعاقد. مفيش غير نادي الزمالك اللي بيجيب لكم ريتش. اخواتنا وزمايلنا في الاعلام مفيش الا نادي الزمالك ماده دسمه لحضراتكم، بتجيب لحضراتكم ريتش وفيوز. يعني انت لو كلمت عن الكوره عامه، لو طلعت تحلل الكوره محدش هيسمعك، هيسمعوك بس لما تطلع تتكلم عن نادي الزمالك.
انا ما عنديش مشكله انك تتكلم عن نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك العظيم، نادي الزمالك التاريخ، نادي الزمالك من اسياد افريقيا، فريق ونادي اي حد يحترمه غصب عنه في مصر او بره مصر. اطلع اتكلم عنه بس غصب عن اي حد لازم نحترم نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك بالتبعيه. بالتبعيه هي مش فرض، هو بالتبعيه تحترم النادي فتحترم جمهوره وتحترم مجلس ادارته ايا كان الخلاف بينك وبين اراء مجلس الاداره، او ايا كان الخلاف ما بين اراء الجمهور ومجلس الاداره، وايا كانت الظروف تطلع تتكلم عن نادي الزمالك على عيننا وعراسنا باحترام، برقي، بحاجه تليق بالكوره المصريه، وحاجه تليق بانك تطلع تتكلم على الكوره المصريه في القنوات وفي البرامج. دي الرساله، لو انت فعلا بتقدم رساله. ويمكن مش دورنا ان احنا نبروز او نرد، ولكن انا بتكلم بشكل عام. بشكل عام نحترم الكوره في مصر حتى لو على خلاف عليها، حتى لو على خلاف على الجدول، حتى لو على خلاف على بعض القرارات، حتى لو على خلاف على بعض المشاركات في البطولات او الاستثناءات اللي بتحصل. كل ده انا بطلع اتكلم عليه كل يوم، حتى لو على خلاف مع الحكام ومع لجنه الحكام، كل ده بطلع اتكلم عليه، ولكن بطلع اتكلم باحترام، بطريقه تليق بالاعلام، بطريقه تليق بان انا موجود في قناه الزمالك، بطريقه تليق ليا كمقدم للبرامج، وبطريقه تليق بالنادي اللي بتكلم عنه. فدي رسالتي، مش برد على اي حاجه، انا بس بقول رسائل. كل ده ما يتحققش او ما تعرفش تحققه، ما تتكلمش عن نادي الزمالك، اتكلم عن ال 200 فريق اللي بيلعبوا كوره في مصر، من اول المحترفين، من اول دوري نايل او الدوري الممتاز لحد الدرجه الاخيره، ومراكز الشباب، اتكلم عنهم كلهم، واللي عايز يوافق انك تتكلم عليه تتكلم عليه. نادي الزمالك لا، ولو هتتكلم تتكلم كويس، لان نادي الزمالك ده نادي كبير وليه تاريخ وليه جمهور محترم وليه مجلس ادارته محترمه. على كل حال، مجلس اداره نادي الزمالك بوكاله الكابتن حسين لبيب بيعمل على فرض الهدوء والاستقرار داخل صفوف الفريق. انا عارف ان احنا في ميركاتو، ولكن احنا مقبلين على مراحل حاسمه في اكتر من بطوله. الزمالك ان شاء الله بيستعد لمواجهه الشرطه الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور ال 32 من مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه اللي احنا شايلين لقبها في النسخه الاخيره، وبعدها باذن الله ربنا يكتب لنا البطوله دي، مواجهه السوبر الافريقي امام النادي الاهلي. فاللي انا شايفه ان احنا نقفل على نفسنا، وباذن الله باذن الله في الايام الحاليه هيستمر دعم الفريق بايه؟ هيستمر دعم الفريق من قبل الجمهور، وهيستمر دعم الفريق من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك بالاحتياجات المطلوبة. بالاحتياجات المطلوبة. طيب، عشان نتكلم أكتر، عندنا أكتر من ملف حابين نستفسر عنه. معانا أستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. يا أستاذ أحمد، مساء الفل. مساء الفل كابتن مينا، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. يا رب دايما تكون بخير. يمكن اول حاجه عايز اكلمك عنها، الفيفا النهارده قام برفع اسم نادي الزمالك من الانديه الموقوف قيدها تقريبا. انا بتكلم ده للمره الثالثه في اقل من سنه ونص كواليس الموضوع. الاول جواب وصلنا من فتره، بس هو كل يوم اتنين بيحصل تحديث لموقع الفيفا، لكن هو قرار رفع القيد بيبقى مرتبط بالسداد المستحقات اللي موقوف بسببها القيد، ودي تم سدادها من الاسبوع اللي فات وجالنا الجواب، لكن هو النهارده كان رفع القيد رسميا من على الموقع. بس فده الرفع، يعني ربنا يجعله يعني اخر الرفع، ولكن طبعا في لسه بعض الملفات المفتوحه، نتمنى ان شاء الله تنتهي على خير يعني. طيب، يعني
احنا بنسمع ان كل فتره بيبقى في حد بيقدم تظلم للفيفا او مدير فني او مساعد مدير فني او لاعب مشي من الزمالك من 30,000 سنة وبيقدم شكوى. يمكن كان في كلام انه في شكاوي ممكن الفيفا بعدين يدي قرار فيها. الحمد لله احنا دلوقتي كلير زي ما بيقولوا، مفيش اي مشاكل، نقدر نقيد اي لعيبه عادي. حاليا طبعا طالما اسم الزمالك مش في قائمة يعني منع القيد، فمن حقنا نأيد اي صفقات عادي بشكل قانوني كامل، لحين بقى لا قدر الله يحصل وقف تاني بسبب غرامات اخرى او حاجة. طبعا هو الامور يعني عمالة يعني عارف تطلع من غرامة تدخل في غرامة او مشكلة اخرى. وخليني اقول لك بس عشان يعني عندي بس رسالة لكل يعني اي حد بيتكلم، او طبعا في ناس عندها حماس، واحنا عارفين يعني جماهير الزمالك قد ايه بتعشق النادي او بتعشق فريق الكوره. فخلينا نوضح بس ان فكره حل المشاكل، انت بتحل مشاكل عمرها سنين. يعني مثلا ابسط مثال، مشكله سبورتنج لشبونه دي كان عمرها داخل في 10 سنين. انت مش بتحل مشاكل سنه او سنتين. ففكره الكلام اللي دايما بيتقال ما المجلس كان عارف المشاكل، هو معرفه المجلس بالمشاكل ملهاش علاقه بانه ياخد وقته في حلها. يعني المجلس وعد في البدايه بانه يحل المشاكل وانه عنده اطلاع عليها، لكن ما قالش انه في 10 شهور هيحل مشاكل 10 سنين. صحيح. اتحدى ان حد يجيب تصريح سواء لكابتن حسين لبيب او لاي من اعضاء المجلس وعد باطار زمني محدد لحل كل مشاكل النادي. لكن سداد ما يقرب من مليار، او يعني تحصيل وسداد ما يقرب من مليار جنيه في 9 شهور، النادي او ميزانيه النادي وخزنته مع عمرها ما عرفت هذا الحجم من التدفقات ولا من الانفاق والالتزام فيه. ثانيا برضو تعليقا على فكره الصفقات، هو اللي كان بيحصل زمان ان انت كنت بتدخل الموسم عليك غرامات وعليك مشاكل وعليك مستحقات بتسيبها كلها وتروح تشتري صفقات بملايين الدولارات على امل ان لما يحل ده يكون انت، معرفش يعني كانوا بيفكروا ازاي، بس ده اللي كان بيحصل. يعني انت داخل الموسم اللي فيه غرامه سبورتنج لشبونه شاري فيه لعيبه من بره بمليون دولار هنا ومليون دولار هنا، وعامل عقود للعيبه بمليون دولار وعندك غرامات. السياسه دي زي ما انت عايز تصلح القديم، ما ينفعش تكرر اخطاء الماضي ابدا. ما ينفعش انا بنتقد سياسه اعمل زيها. ما ينفعش انا النهارده انتقد التعاقد مع لاعب بمليون دولار وده عبء كبير جدا على ميزانيه النادي، واروح تاني اتعاقد مع لاعب جديد بمليون دولار. طبيعي ان انا ادور على لاعب في امكانيات النادي، لاعب حر فري، لاعب ممكن يكون مثلا وقته ضيق فما جالوش عروض كافيه لكن هو بروميسنج ممكن يدي، بس يكون في حدود امكانيات النادي. لكن اشتكي من اللي كان بمليون دولار واروح اجيب حد تاني بمليون او مليون ونص دولار ونرجع بعد فتره ليه ازمه مستحقات، ده مش منطقي. برضه في حاجات تانية غير منطقيه، ان انا يبقى عندي مستحقات لعيبه لاعب زي سيف الجزيري. هل مين اهم النهارده او مين الاولويه؟ طبيعي ان يبقى في اولويات. انا بدايه من اول اولويه مرتبات اصغر عامل في النادي لغايه اولويه مرتبات نجوم الفريق، كل دي اولويات تسبق اي صفقات او تعاقدات جديده. ومش معنى الكلام ده ان مفيش تعاقدات او صفقات، بس انا بوضح. ده اللي انا كنت هسال حضرتك فيه، عشان يمكن قبل ما اتكلم مع حضرتك عن ازمه سيف الجزيري انا عايز اتكلم مع حضرتك فيها باستفاضه. اتفضل. يمكن جمهور الزمالك بيسمعنا دلوقتي ويقول طيب انا بحل مشاكل وبدفع فلوس، ولكن انا برضو نفسي في صفقات تليق بنادي الزمالك، صفقات داخلين على كونفدراليه سوبر افريقيا سوبر مصري. ف جمهور الزمالك مستني يعني نفسه يشوف صفقات فعلا تسد احتياجات نادي الزمالك. فمعنى كلام حضرتك انه برضه المجلس جاري شغال جاري. يعني بص، في طبعا محاولات للتدعيم والوقت ضيق من هنا لغايه يوم 12 سبتمبر، في محاولات جاده للتدعيم وفي رغبه مؤكده للتدعيم. لكن خلينا بس نبقى واقعيين وما نحملش يعني عارف الهجوم، او الناس من حقها تتحمس ومن حقها تشوف فريقها في احسن حال، وده طبعا شعور طبيعي لاي حد بيشجع خصوصا مشجعي الزمالك، يعني الانتماء اكيد عندهم عالي جدا طبعا. بس خلينا لازم نبقى يعني عارفين كل المعلومات ودارسينها وبنتكلم في حاجه وعارفين بالارقام. اجمالي مديونيات النادي، اجمالي التزام النادي، المجلس استلم النادي عليه 2 مليار جنيه. المجلس انفق في سنه قرابه مليار جنيه وحصلهم. النادي بقى عنده 5 رعاه من بعد ما كان ما عندوش ولا راعي. الكلام ده ممكن يكون مكرر وممل بالنسبه للبعض، لكن هو الواقع. ان انت عندك اولويات في النادي وعندك مستحقات لعيبه سواء مصريين او اجانب. اولى يعني انا اروح اتعاقد مع لاعب ويجي لاعب من نجوم الفريق مثلا يفسخ عقده، هل ده تصرف بديهي او منطقي او رشيد؟
لكن لا يمنع ان شاء الله يعني في سعي لفكرة التدعيم، وعايزين ندعم حتى الفريق نفسه كروح معنوية، الجمهور يدعم الفريق بوضعه الحالي. الفريق فيه نجوم كبار جدا جدا، وفي صفقات إعارة رجعت زي احمد محمود وزي حسام اشرف، كانوا متألقين في الدوري المصري. يعني انا واحد زي حسام اشرف ده، بدل ما اروح اشتري مهاجم مثلا ب 30 و40 و50 مليون جنيه زي ما الأندية بتطلب في الدوري المحلي، طب ما انا راجع مهاجم كان من هدافين الدوري السنة دي، وده الغرض من الإعارة. فالأمور إن شاء الله هتبقى أفضل كثيرا، بس رفقا بالإدارة الحالية لأنها تحملت ما لا طاقة لأي حد إنه يتحمله. يعني أسهل حاجة إن ممكن حد يقول خلاص أنا ما يعني ما مش هكمل، لكن هل ده منطقي إن أنا أفضل أضغط على حد وأتهمه واتهامات في كل من كل الاتجاهات، من يعني ما فيش اتجاه ما بيهاجمش لمجرد تأخر الصفقات؟ لا، ان شاء الله كله هيبقى كويس وكله هيتصلح والزمالك هيعود بقوه، وفي استقرار في الفريق كبير جدا، وفي روح معنويه عاليه جدا، وداخلين مباراه السوبر بمنتهى الحماس وبمنتهى يعني يعني دايما احنا متعودين اي يعني في اوقات كتير قوي احنا خدنا دوري من سنتين ثلاثه ما كانش فيه يعني عدد النجوم الكافي، وكان حتى ساعتها اتغيرت الخطه وفقا لعدد اللعيبه اللي كانوا في القائمه صحيح، وخدنا بيهم الدوري. فالروح المعنويه والتنظيم والاستقرار داخل الفريق وسداد مستحقات اللعيبه واحساسهم بالامان او بالثقه في الاداره، اعتقد ده ان شاء الله هيحقق يعني يعني امال كبيره جدا للجماهير. طيب عايز اسال حضرتك عن انتهاء ازمه سيف الدين الجزيري، وكيف تعامل نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الزمالك مع هذه المشكله؟ بص، هو سيف الجزيري وحمزه المسلوسي من افضل المحترفين اللي جم نادي الزمالك في تاريخه، اخلاقا والتزاما وعايز اقول ايه ارتباط بنادي الزمالك. وما حدث من سيف مثال لكده، هو الراجل شيء طبيعي انه يطالب بمستحقاته، ده حقه، والحمد لله تم يعني الاتفاق معه على يعني ما يشبه تسويه للموضوع، وان شاء الله يتم الالتزام بيها بشكل كامل. وهو كتب كلمه ظريفه لجمهور الزمالك، واعتقد ان الجمهور بيعرف مين اللاعب اللي يعني بيقدم تنازلات او بيبقى متفاهم لظروف النادي، وفي لعيبه تانيه بتبقى بالنسبه لها بتدور على مصلحتها فقط. فيعني كل التحيه لسيف والتقدير، وكل التحيه لحمزه المسلوسي اللي يعني يعتبر خلاص يعني اعتقد زملكاوي زي اي حد فينا، يعني من ارتباطه بنادي الزمالك لاعب محترم وخلوق جدا، والامور خلاص يعني الحمد لله استقرت فيما يخص مستحقات. طيب يمكن بمناسبة الحديث عن حمزة المسلوسي، يمكن هو فاضل في عقده سنة، هل في كلام على التجديد معاه ولا لسه الموضوع ده لما الموسم حاليا لما ان شاء الله يقترب انتهاء عقده بيتم استطلاع وجهة النظر الفنية؟ لكن حمزة لاعب كبير طبعا، واسمه بقى مرتبط بشكل كبير بنادي الزمالك، ومن اقل اللعيبه في يعني محترفين في تاريخ نادي الزمالك اثاره لاي نوع من المشاكل، يعني ما افتكرش ان كان في مشكله طرف حمزه المسلوسي يعني. طيب بمناسبه الشائعات، يمكن اليومين اللي فاتوا قاعدين يقول لك نيه نادي الزمالك في تعاقد مع مدير كره جديد. طيب النهارده انتهى الخلاف بين كابتن احمد سليمان وكابتن عبد الواحد السيد، يمكن من وجهه نظر حضرتك بنسمع شائعات كتير، ولكن كابتن عبد الواحد طلع قال ان الكابتن احمد سليمان علاقته بيه كويسه وكان مدربه في منتخبنا الوطني، والخلاف ممكن يكون خلاف عادي جدا زي اي خلاف في المستطيل الاخضر. هو خلاف بسيط، او لو حصل خلاف فبيبقى خلافات وجهات نظر، لكن الكابتن عبد الواحد عامل مجهود جبار، واحد من الكباتن التاريخيين لنادي الزمالك، من الناس اللي اجتادوا شاره نادي الزمالك، كابتن الفريق مده طويله، وشخصيته متوازنه جدا مع اللعيبه، وبيعرف يحتويهم وفي نفس الوقت بيحترموه وبيقدروه، وقايم بدوره على اكمل وجه. وكذلك كابتن احمد سليمان، اللي يتعامل مع كابتن احمد سليمان هيكتشف قد ايه هو انسان محترم وخلوق، وما يعني مش حد ممكن يكون يعني طرف لاي مشكله، برضه زي ما بيتقال على السوشيال ميديا انه اختلق مشكله، مفيش الكلام ده خالص. هو الموضوع كله قد يكون يعني وجهات نظر، لكن كل الاحترام ما بينهم. كابتن احمد سليمان كان راجل مدرب منتخب مصر، وكان نائب رئيس نادي الزمالك، والنهارده قابل ان هو يبقى عضو في نادي الزمالك، وبيخدم نادي الزمالك بمنتهى الحب والاخلاص، وما يتخيرش عنه كابتن عبد الواحد، والامور بسيطه ما فيهاش اي حاجه. استعراض نادي الزمالك للكونفدراليه والسوبر افريقيا ان شاء الله، يعني بنتكلم في خلال 27 يوم او اقل كمان، النهارده يوم النهارده 2 25 يوم مباراه السوبر افريقي، شايف ازاي استعراض نادي الزمالك؟ والله منتهى الحماس والالتزام والثقه وتدريبات ماشيه باحسن صوره، واللعيبه عندهم يعني برضو الاجازه السلبيه ما كانتش طويله يعني زي طبعا ما جرت العاده في دوريات العالم كله، بس على الاقل اللعيبه فصلت شويه وراجعين بمنتهى الحماس، وان شاء الله يعملوا نتيجه
مشرفة بإذن الله. أخيرا عايز أسأل حضرتك عن ملف الراحلين عن نادي الزمالك وعلى رأسهم يوسف أوباما وأيضا قصة ماجد هاني. بص، يوسف أوباما لاعب كبير ومن أبناء نادي الزمالك، ويعني بنعتز بالفترة اللي قضاها في نادي الزمالك، لكن يعني مش عايزين برضو كل ما حد يعني يمشي بعد انتهاء عقده أو يحصل عدم اتفاق يبقى معناها إن في علاقة متوترة أو سيئة. بالعكس، يعني هو تاني هرجع اقول لك اداره نادي الزمالك مش عايزه تكرر اخطاء الماضي فيما يخص الصفقات وفيما يخص الرواتب والسقف الاجور. صحيح. فتم وضع سقف للرواتب، اللي التزم بيه ورضي بيه تم تجديد التعاقد معاه، واللي ما كانش مناسب ليه السقف، وده من حقه تماما، كل واحد ادرى بظروفه وامكانياته واحتياجاته، لم يتم تجديد التعاقد معاه، وربنا يوفقه يعني في تجربته الجديده. هيفضل اسم يوسف اوباما مرتبط بنادي الزمالك وليه يعني معزه خاصه عند جماهير نادي الزمالك. ماجد هاني، يعني عايز يعني عارف، بس اللعيبه الصغيرين دايما بيبقى في يعني ممكن توجه لهم اللوم او العتاب حبا فيهم ومستقبلهم. ما سمعت وما اعرفش برضه، انا ما شفتش تصريحات بنفسي، ولكن سمعت على السوشيال ميديا مدى يعني لسه هشوف بدقه التصريحات. بس لو ماجد هاني اتكلم فعلا عن فكره ان كابتن عبد الواحد هو اللي في ايده الملف، لا، هو كابتن عبد الواحد بيدير الملف بس لوجهه النظر الفنيه الكامله لجوميز. والراجل على فكره من بدايه الموسم، مش من يعني من بدايه توليه المسؤوليه عفوا يعني، وهو متابع المعارين بشكل دقيق جدا وبيجي له تقارير عنهم وعن ادائهم من محلل الاداء، وهو اللي طلب عوده احمد محمود وحسام اشرف. ومش معنى ان ماجد هاني هيعار مره ثانيه انه ما قدمش مستوى لائق. احنا لو نفتكر مصطفى محمد اللي هو النهارده مكسر الدنيا في اوروبا، تم اعارته قبل كده اكتر من مره، فده لا يعيب اي لاعب يمكن لسه بيتم يعني عارف يعني صقل موهبته بشكل اكبر. دي ما تسئلوش ولا تسئل نادي الزمالك، وان شاء الله ربنا يوفقه ويتالق ويلعب كويس ويرجع في يوم من الايام نادي الزمالك ويبقى من كباتن نادي الزمالك، وربنا يوفقه يعني كل شباب نادي الزمالك الصغيرين. عايز اخيرا رساله حضرتك لكل جمهور نادي الزمالك، وايضا رسالتك لكل من يتخذ نادي الزمالك ماده دسمه للسوشيال ميديا او للريتش او للاعلام. ما عندناش مشكله ان حد يتكلم عن الزمالك طبعا، ولكن يحترم نادي الزمالك، يحترم مجلس ادارته، يحترم جمهوره، يحترم قيمه تيشرت نادي الزمالك. بص، كويس انك فتحت الموضوع ده، لان في نغمه فيها نوع من الاستخفاف بنادي الزمالك، ودي نرفضها تماما. صحيح. من اي حد، ويا ريت يبقوا فاهمين ان يعني نادي الزمالك كبير قوي، واي حد بيمثله سواء مجلس الاداره او لاعبين او اداريين لما يتكلموا عنه يتكلموا باحترام وبدون استخفاف. صحيح. لان الاستخفاف غير مقبول، وفكره اتخاذ الزمالك او الفريق بنوع من يعني مش عايز اقول سخريه لان مش غير مقبول السخريه، لكن الحديث بشيء ما فيهوش احترام كامل او باسلوب ما فيهوش احترام كامل مرفوض تماما. حتى لو حضرتك زملكاوي، يعني لو انت بتاخد الامور بسخريه كزملكاوي، لا، احتفظ بالسخريه دي لنفسك ولا تصرح بيها تماما، لان ده امر غير مقبول. لما تتكلم عن نادي الزمالك اتكلم بمنتهى الاحترام، نادي بطولات ونادي القرن الاكثر تحقيقا من البطولات في القرن العشرين. اما الجمهور، كل اللي بطلبه منهم الدعم ثم الدعم ثم الدعم. الزمالك قوي بجمهوره. يعني اللي يفرق الزمالك عن اي فريق مع احترامي ان ممكن يكون فنيا السكواد اقل، لكن يبقى هيبه تيشيرت نادي الزمالك مرتبطه بقوه. صحيح. جمهوره. صحيح. اتمنى الجمهور يثق في الاداره، بلاش نمشي ورا شائعات السوشيال ميديا اللي بتتخيل صفقات وهميه وبتتخيل تعاقدات وهميه وبتهاجم وبتدافع. الامور واضحه جدا جدا، احنا قلنا من الاول الشيله تقيله جدا، المشاكل عمرها 10 سنين ومع ذلك جاري الحل. واعتقد لما تدفع في سنه 6 مليون دولار غرامات وتدفع مستحقات سنه سابقه للاعبين وسنه جديده، يعني السنه اللي قبله والسنه اللي لعبوها، ونفس الوضع ده تقريبا كان في كل الالعاب الاخرى، اعتقد ان ده انجاز، وان شاء الله يكتمل الانجاز ده. بس يعني مهلا، عرفت مهل الوقت. تاني هقول لكل من يردد ان المجلس كان عارف المشاكل، هنفترض ان ما ظهرش مشاكل جديده عن المجلس كان عارفها، وده امر وده مش صح على فكره، بس خلاص بقى يعني مش هنخش في تفاصيل. لكن نفترض ان المجلس كان عارف وان المشاكل ما ظهرش جديد، لكن المجلس عمره ما وعد انه في 9 شهور هيحل كل حاجه، والا صحيح. كان يبقى دي وعود زائفه، يعني ما حصلش ابدا ان حد وعد بحاجه زي كده. الوعد ان الامور تتحسن، وهي فعلا في تحسن، وان شاء الله عن القريب العاجل هيبقى كل شيء تمام باذن الله بما يرضي جماهير نادي الزمالك.
يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت محتاج توضيح من حضرتك عن كل الملفات دي. استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كلام مهم وكلام محترم وبيعكس قيمة نادي الزمالك، ويمكن ما قالش حاجة حد ممكن او اتنين ممكن يختلفوا عليها. وزي ما قال 12 يوم او يوم 12 سبتمبر باذن الله، من هنا يوم 12 سبتمبر 10 ايام هيظهر فيهم كل حاجه، هيظهر فيهم الصفقات، نعرف مين معانا مين مكمل مين هيمشي باذن الله. باذن الله كل الدعم لنادينا ومجلس اداره نادي الزمالك، والجمهور يدعم ايضا، لان احنا كجمهور كقناه ما فيش اي حاجه في ايدينا غير الدعم، وان احنا نقف في ظهر نادي الزمالك. طيب معانا كابتن ابراهيم صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدرب الفني الحالي لبلديه المحله. مساء الفل يا كابتن ابراهيم. الفل منين، ازيك عامل ايه؟ كله تمام، عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس. مبروك، الف مليون مبروك، امبارح عرفنا انك توليت منصب المدير الفني لبلديه المحله، ببارك لك. وعايز اسالك الموضوع جه ازاي؟ المفاوضات جت ازاي؟ يمكن كنت معاك من اسبوع على الهوا وقلت لك جالك عرض من نادي، قلت لي اه بس حبيت ان انا اكمل. دلوقتي الف مليون مبروك على المهمه الصعبه دي. الله يبارك فيك. طبعا في البدايه احب اشكر الناس المسؤولين في نادي الزمالك، كابتن بدر والمدربين، سمحوا لي ان انا اخد تجربه اقوى شويه. الحمد لله لقيت عرض مناسب بالنسبه لي، نادي كبير، نادي عنده طموح لسنتين الدوري الممتاز، نادي عريق زي نادي بلدية المحله، فبالنسبه لي كانت فرصه وتجربه يعني تستحق المغامره. بشكر طبعا الاستاذ مصطفى الشامي على الثقه الكبيره اللي اداني، انا برضه زي ما الناس بتتكلم ابراهيم لسه شاب صغير ولسه الخبرات والحاجات دي، فبشكره على الثقه الكبيره اللي هو حاطها فيا، ومؤمن هو بامكانياتي بشكل كبير، فان شاء الله اكون عند حسن ظن المسؤولين وجمهور نادي بلدية المحله. ان شاء الله عندي شغل وعندنا حاجات كتير عايزين ننفذها ونطبقها، والحمد لله الواحد عنده الخبرات الكبيره اللي هو يقدر يتعامل مع المواقف دي. ان شاء الله ربنا معانا في المهمة دي، مهمة كبيرة علينا ان احنا نحاول نرجع نادي بلدية المحلة طبيعية، فان شاء الله يكون ده طموحنا وده اللي احنا بنشتغل عليه من اول يوم النهاردة، وباذن الله يكون موسم موفق لينا باذن الله. باذن الله. كان في النهاردة جلسة ليك مع ادارة بلدية المحلة، ايه ابرز نقاط الحديث؟ طلبت صفقات، طلبت لعيبة، في ليك طلبات معينة، جهازك المعاون كمان لو يعني حابين نعرف جهاز المعاون اللي معاك ان شاء الله في بلدية المحلة الموسم القادم. لا طبعا يعني النهارده اول يوم مضينا العقود، الباشمهندس مصطفى رحب بالجهاز الفني ومجلس الإدارة كله، بصراحة بحب أشكرهم على الدعم الكبير، الناس كلها واقفين في ظهرنا وقالوا لنا احنا معاك وظهرك وكلهم بيدعمونا، بشكرهم على الثقة الكبيرة دي. ناس بتتعامل بمنتهى الاحترافية، والباشمهندس مصطفى دايما بيبص أو عنده تشجيع كبير جدا للوجوه الشابة الجديدة اللي هو عنده طموح. أنا على مستوى شخصي يعني الحاجة الوحيدة اللي أنا بتكلم فيها هو كمان بيحط علينا الضغوط ولازم صعود ولازم، لا احنا بنشتغل وبنجتهد وبنعمل اللي علينا وبنسيب النتيجة في الآخر دي بتاع ربنا، فده أهم حاجة احنا متفقين عليها كل الاتجاهات، ان احنا بنشتغل وهنشتغل نفضل نشتغل على طول، وده الحاجه الوحيده اللي احنا بنملكها في ايدينا ان احنا نشتغل ونجتهد ونحاول وناخد بكل الاسباب، وان شاء الله توفيق ربنا في الاخر ده يكون معانا. الجهاز المعاون طبعا معايا الكابتن عبد الرحمن فاروق مدرب عام في نادي المقاولين العرب، كابتن احمد علي وكابتن حسام حسن، كابتن حسني مسعد وباقي اعضاء الجهاز التدريبي والاداري يعني. فبتمنى من ربنا التوفيق كده في اول تجربه كبيره ليا. دي اول خطوه ليك كمدير فني لفريق كبير يعني. اول خطوه ليك كمدير فني لفريق كبير. عايز اسالك سؤال صريح جدا، طموحاتك ايه مع بلديه المحله الموسم الجاي؟ يعني هو طموح بلا حدود يعني، انا الحمد لله دايما بحس ان ربنا بيقف معايا، فبقول دايما الحمد لله على كده، الحمد لله ربنا بيديني كل حاجه بتمناها. هي خطوه الواحد كان بيستناها، فرصة حقيقية، المدرب لسه مش بقاله كتير شغال، لكن هي دي الفرصة اللي تبين إمكانياتنا وتبين شغلنا. الحمد لله بنحاول نشتغل بأكبر أجدد الطرق، بنحاول نتكلم، بنحاول نطور دماغنا وبنحدث أفكارنا، كل حاجة ماشيين فيها في نفس الاتجاهات دي. ربنا بعت لي فرصة زي دي فأكيد همسك فيها وهحاول على قد ما أقدر إن أنا أجتهد في كل الأوقات، هاخد بكل الأسباب، هشتغل في كل الاتجاهات عشان في الاخر ربنا يكرمني ويوفقني، فاكيد يعني دي حاجه بتاع ربنا ان الصعود او لا، دي حاجه من عند ربنا،
لكن ان انا اعمله ان انا اقدر اعمل كل اللي عليا وادي كل وقتي ومجهودي لفريقي، وان شاء الله في الاخر يكون توفيق ربنا معانا. يعني كابتن ابراهيم، عايز اسالك عن رايك في فتره اعداد نادي الزمالك الحاليه، وهل شايف ان فتره الراحه كانت كافيه؟ داخلين على معمعه يعني كونفدراليه، سوبر افريقيا، الدوري هيبدا. اعتقد ان المدير الفني كان يعني كان ذكي لحد ما، رغم ان احنا زعلنا في الاخر على بطوله كاس مصر، بس هو كان بيفكر بشكل كبير جدا في التوقيت اللي احنا فيه ده. جه طبعا الدوري بتاعنا الموسم اللي فات دوري بالنسبه للزمالك كان بدون اهداف وبدون اي حاجه، لان ولا فارق معاك مركز ولا فارق معاك صعود افريقيا، لان احنا اصلا متاهلين كده كده لاننا ابطال الكونفدراليه. فبدنا نفكر فيها بشكل صحيح، رغم ان احنا في الاخر زعلنا على خروجنا من كاس مصر، لانها كانت بطوله في المتناول ان احنا نقدر نحرزها. لكن الراجل كان بيفكر يدي راحه للعيبه الاساسيه او اللعيبه اللي كانت بتشارك بشكل كبير، واللعيبه دي قدروا ياخدوا راحه كبيره. دلوقتي يعتبر رجعنا وفاتوا فتره اعداد، فكل الناس ريحت، كل اللعيبه اللي كانت بتشارك في اوقات طويله خدت وقت طويل، اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك طول الموسم بدات تشارك في الاخر، والثقه تبدا ترجع لها عشان نشوف مستواه ونحكم عليهم. دلوقتي هو حاطط ايده اعتقد على كل الامكانيات، اللي هو مين مكمل مين مش مكمل، مين معاه مين مش معاه، يقدر يعتمد على مين يقدر يلعب في اكتر من مركز. فالحاجات دي كلها بنسبه كبيره جدا هو عارف كل حاجه في الفريق، فاعتقد ان مفيش وقت مناسب اكتر من كده. دلوقتي احنا النهارده 2 في الشهر عنده مباراه في بطوله افريقيا يوم 13، يعني اكيد هو منظم وقته ومنظم، عارف اللعيبه دي هتاخد وقت امتى، فترة الإعداد تبتدي إزاي، والماتشات الودية دي وقت قد إيه، هو عارف كل الحاجات دي وحاطط إيده عليها. عندنا مباراة مهمة جدا طبعا في 27 في السوبر الأفريقي، فأعتقد يعني نتمنى بس موضوع إن اللعيبة الجديدة اللي هتيجي يعني تقدر تدخل في الأجواء، فعايزينها تبقى إن شاء الله. مثلا لو في صفقات تخلص بسرعة عشان تدخل مع اللعيبة ويحصل بينهم تأقلم، عشان اعتقد ان مباراه 27 مباراه السوبر الافريقي ده هتبقى مهمه ب 200% لجمهور نادي الزمالك، صحيح الناس كلها مستنياها. فاتمنى ان الامور دي كلها والمشاكل اللي حوالين الفريق دي تخلص اليومين دول ويبقى في استقرار شويه، عشان احنا داخلين على شغل قوي جدا وموسم هيبقى قوي جدا. صحيح زي ما انا دايما بقول معاك ان الجمهور مش هيسامح الموسم ده زي الموسم اللي فات ده كله كنا عارفين فيه كمية مشاكل نسيان خلاص، يعني الكونفدرالية هي الوحيدة الحسنة الوحيدة من الموسم بالظبط كده. فالجمهور مش هيسامح، لا ما تجيش تقول لي انا الزمالك يفضل في المركز العاشر في الدوري ويقعد يكسب ماتش ويخسر ماتش، لا اكيد الجمهور مش هيرضى بالحاجات دي تاني. كاس مصر نروح نطلع من الدور مش عارف كام، لا الحاجات دي اعتقد مش مسموح بيها خالص. جمهور نادي الزمالك عايز يرجع فرقته تاني، عايز يعمل فريق قوي. الناس بدأت تستنى وتسأل، فكنا القيد ويشكر مجلس الاداره على كده، عايزين نشوف مين اللعيبه اللي جايه. عندنا سكواد لازم يرجع تاني، سكواد نادي الزمالك يبقى فريق قوي فريق متماسك. كل الحاجات دي هنشوفها، اتمنى ان هي تخلص الايام اللي جايه بسرعه علشان نقدر نقفل على الفرقه ونركز في بدايه الموسم، لان فتره الاعداد دي تبقى اهم توقيت في السنه كله. انا متفق معاك تماما، بتمنى لك التوفيق في الخطوه اللي جايه كابتن ابراهيم صلاح، نجم نادي الزمالك السابق ومنتخبنا الوطني وايضا المدير الفني الحالي لبلدية المحلة، كل التوفيق ليك. طيب استاذن حضراتكم، نطلع لفاصل سريع ونرجع عندنا كمية اخبار تخص الكرة المصرية ونادي الزمالك، او هتروحوا في اي حتة تابعونا. We'll be right back.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانيه من جديد. تعالوا كده نشوف اخبار نادي الزمالك النهارده. البدايه اول خبر معانا وصول البطاقه الدوليه المغربي بنتايك، يمكن كشف الجهاز الاداري للفريق الاول لكره القدم نادي الزمالك عن وصول البطاقه الدوليه المغربي محمود بنتايك ظهير ايسر الفريق اليوم الاثنين، واصبح يحق للاعب المشاركه في مباراه سوبر افريقيا امام الاهلي المقرر ليها يوم 27 سبتمبر الجاري. انضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادما من نادي سانت اتيان الفرنسي على سبيل الاعاره مع وجود بند احقيه الشراء للقلعه البيضاء عقب انتهاء فتره الاعاره. طيب كابتن عبد الواحد السيد كان ليه تصريح وقال فيه عنوانه: لا خلافات مع كابتن احمد سليمان والمرحله المقبله هامه في مشوار الزمالك. أكد كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أنه تربطه علاقة وطيدة بالكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة ومشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، وشدد مدير الكرة على أنه لا توجد أي خلافات بينهما، موضحا أنه يكن الكابتن أحمد سليمان كل التقدير والاحترام، لا سيما وأنه كان مدربه في منتخب مصر منذ أكثر من 10 سنوات. وأضاف كابتن عبد الواحد السيد أن مصلحة الزمالك هي الأهم للجميع، مشيرا إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير لمجلس إدارة النادي برئاسة كابتن حسين لبيب. وأوضح مدير الكرة أن الفريق مقبل على مرحلة مهمة وبطولات قوية، ولابد من تكاتف جميع الجهود من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وحصد بطولات في الموسم الجديد. الزمالك يحصل على تسجيل لمباراتي الشرطة الكيني والبن الإثيوبي. حصل مسؤول نادي الزمالك على تسجيل لمباراتي شرطة كيني منافسه في دور 32 أمام البن الإثيوبي في دور 64 في البطولة نفسها اللي هي بطولة الكونفدرالية طبعا، استعدادا لدراسة الفريق جيدا قبل مباراتي اللي هتجمعهم إن شاء الله 14 سبتمبر الجاري. وتأهل فريق شرطة كيني لدور 32 بعد ما تعادل سلبيا ذهابا بملعبه أمام البن الإثيوبي ثم الفوز إيابا خارج ملعبه بهدف دون رد. واسع جهاز الفني بوكالة جوزيه جوميز دراسة نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس قبل مواجهته وجمع كافة المعلومات عنه. الجهاز الإداري يبدأ استخراج تأشيرات السفر لكينيا. بدأ الجهاز الإداري لفريق الزمالك استخراج تأشيرات السفر لكينيا استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في دور 32، وتلقى مسؤول الزمالك خطابا مؤخرا من اتحاد افريقيا لكره القدم يفيد باقامه مباراه الذهاب 14 سبتمبر بالعاصمه الكينيه نيروبي. طيب محاضره فنيه لاعبي الزمالك في معسكر برج العرب، القى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك محاضره فنيه على اللاعبين بفندق اقامه المعسكر المغلق المقام حاليا ببرج العرب استعدادا للموسم الجديد. جوزيه جوميز قام بشرح العديد من الامور الخططيه والفنيه للاعبين بشكل نظري خلال المحاضره استعدادا لمواجهه الغد الوديه امام الشعلة السعودي، وحرص اعضاء الجهاز الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنيه الخاصه اللي هيتم تطبيقها ان شاء الله خلال المباراه بكره في اطار استعدادات للفتره المقبله. كمان كان في فقره بدنيه خاضها لاعبو الفريق الاول لكره القدم يمكن داخل الجيم مساء اليوم الاثنين بفندق الاقامه خلال المعسكر الاعداد اللي مقام في برج العرب، وقرر جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض اللاعبين التدريبات مساء يوم الاثنين داخل الجيم دون خوض التدريبات الجماعيه داخل الملعب ضمن البرنامج الموضوع بسبب خوض الفريق لمباراه وديه غدا الثلاثاء امام الشعلة السعودي. لعبوا الفريق خاضوا التدريبات صباح اليوم الاثنين على ملعب فندق الاقامه بمعسكر برج العرب، وتقسيم الممران الى فقرتين احدهما تاهيليه والاخرى فنيه، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب التكتيكيه والافكار الخاصه استعدادا لوديه الغد. يمكن هم متعودين في المعسكر المغلق بيتمرنوا مره الصبح ومره بالليل، ويمكن النهارده قرر جوزيه جوميز الصبح يبقى تمرين في ارض الملعب وبالليل في الجيم طبعا لان بكره في مباراه. محمد السيد ينتظم في معسكر الزمالك غدا، ينتظم غدا الثلاثاء محمد السيد لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم نادي الزمالك في معسكر الابيض المقام حاليا ببرج العرب. كان اللاعب قد حصل على اذن من الجهاز الفني وبكاره جوزيه جوميز بالخروج من المعسكر المغلق خلال اليومين الماضيين بسبب ارتباطه باداء الامتحانات، والمقرر ان ينتهي اللاعب من اداء الامتحانات ظهر غدا الثلاثاء على ان ينتظم بعدها
في المعسكر بشكل طبيعي. من نادي الزمالك لمنتخبنا الوطني، ظهر الثنائي الدولي محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش في تدريبات منتخب مصر امس استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات امم افريقيا. ويواصل منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهه نظيره الراس الاخضر في الجوله الاولى من التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2025 اللي هتكون طبعا في المغرب. لو عايز اقول لحضراتكم سريعا، قائمه منتخب مصر تضم كل من حراسه المرمى الشناوي محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزه علاء، خط الدفاع احمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، احمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاته، احمد نبيل كوكا، وخط الوسط محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطيه، امام عاشور، ناصر ماهر، زيزو، تريزيجيه، مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، ابراهيم عادل، خط الهجوم مصطفى محمد، محمد الشامي، واسامه فيصل. طبعا يوم 6 سبتمبر مباراه كاب فيردي على استاد القاهره، بعد كده بوتسوانا على ملعبهم يوم 10 سبتمبر. طيب خبر اخير يخص الجمعيه العموميه ونادي الزمالك، الزمالك يعلن خطوات تجديد الاشتراك لاعضاء الجمعيه العموميه. اعلن الزمالك عن خطوات تجديد الاشتراك لاعضاء الجمعيه العموميه، وسرعه التجديد من اعضاء الجمعيه العموميه هيكون في مهله حتى 4 سبتمبر للدفع بدون غرامه تاخير. وادي قدام حضراتكم استعراض خطوات تجديد الاشتراك، يمكن الخطوه الاولى التحقق من المستحقات، الخطوه الثانيه تقدر تدفعها اونلاين عن طريق انستا باي او ايداع بنكي لاحد البنوك الخاصه بالنادي، ثم كتابه سبب التحويل في التحويل، بعد كده تقديم اثبات الدفع بالنادي لاتمام عمليه تجديد وتحديث البيانات بكل سهوله وانت قاعد في البيت، او عن طريق انستا باي تحول لحسابات البنك، وبعد كده تكمل على الابلكيشن، هيجي لك كود او هيجي لك اثبات انك حولت الفلوس، تقدر تروح بيه النادي تعمل ابديت للسيستم عندك او تعمل ابديت للبروفايل بتاعك عشان يبقى على السيستم انك جددت العضويه سريعا. استاذن حضراتكم نطير لفاصل سريع جدا ونرجع نستقبل ضيفنا كابتن حسام اسامه لاعب نادي الزمالك السابق، اوعوا تروحوا في اي حته تابعونا. يحتفل وائل الأباني نجم الزمالك السابق اليوم 2 سبتمبر بعيد ميلاده 48. الأباني قاد خط دفاع قلعة ميت عقبة على مدار 8 مواسم متتالية، وتميز بالهدوء في المواقف الصعبة والأوقات القاتلة، فضلاً عن الكرة الجميلة التي قدمها على الرغم من مهامه الدفاعية، ليكون واحداً من أبرز من شغلوا مركز الليبرو في صفوف نادي الزمالك خلال الألفية الجارية. وكان الأباني عاشقاً لتقديم أدوار هجومية مميزة وفعالة داخل المستطيل الأخضر، فتعددت زيارته لشباك منافسي قلعة البيضاء بأهداف مؤثرة لا زالت عالقة في أذهان أنصار ميت عقبة. ويلعبها جوجل جوه جول وائل الأباني في الجون الأول لنادي الزمالك، حلو حلو حلو، حطها جميلة جداً. ولد الأباني في مثل هذا اليوم 2 سبتمبر لعام 1976 بمحافظة القليوبية، ولعب لصفوف إسكو وأسوان قبل أن يخطو خطوة عملاقة في مسيرته الكروية بالانضمام لصفوف الزمالك في موسم 1999-2000، واستمر داخل قلعة ميت عقبة على مدار 8 مواسم قدم خلالها مستويات فنية مميزة نالت تقدير وثقة جماهير النادي الأبيض، قبل أن ينتقل لصفوف المصرية للاتصالات، ومنه إلى فريق جاسكو، ومن ثم نهاية مشواره مع المستديرة في عام 2011. وسجل الأباني 19 هدفاً خلال مشواره مع القلعة البيضاء في كل البطولات، أبرزهم جاء في شباك النجم الساحلي التونسي في الوقت القاتل من عمر مباراة مرحلة المجموعات من دوري الأبطال الإفريقي نسخة 2005، كذلك ثلاثية تاريخية سجلها في شباك الاتحاد السكندري بمنافسات الدوري موسم 2003-2004، حافراً اسمه في سجلات المدافعين الهدافين للكرة المصرية،
وساهم ليبرو الزمالك الهداف في تتويج الفريق بأحد عشر لقباً متنوعاً، وكأس الكؤوس الإفريقية عام 2000 وسوبر إفريقيا عام 2003. كذلك عانق الأباني درع الدوري مع البلانكو في 3 مواسم، والسوبر المحلي مرتين، وكأس مصر في موسم 2002، بالإضافة إلى لقب البطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي في عام 2003. واتجه صاحب القميص رقم 15 لمجال التدريب عقب اعتزاله المستديرة، وقاد عدة أندية بدور الدرجة الأولى طامحاً في تحقيق إنجازاً بالمجال التدريبي بعد صولاته وجولاته داخل المستطيل الأخضر ومسيرته الكروية الحافلة التي يعتز بها أنصار النادي الأبيض. وائل الأباني، الليبرو الهادئ، والمدافع الهداف. عيد ميلاد سعيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية من جديد. بيسعدني وشرفني يكون معايا واحد من نجوم نادي الزمالك، كابتن حسام اسامه. كابتن، مساء الفل. مساء الفل عليك امينة، وسعيد جدا انا معاك النهارده. وانا شرف لي ان تكون متواجد معايا النهارده، وحشني الحقيقه يعني. وانا اكتر والله. تيجي نجيبها من الاول خالص، وقبل ما نتكلم عن الزمالك ومنتخبنا الوطني، لكن كلمني عن فتره لعبك لنادي الزمالك والتدرج من قطاع الناشئين للفيرست تيم، وايه السبب انك ما عدتش في الفيرست تيم فتره طويله. اول حاجه، انا من ولاد الشرير الدخان. تدرجت في فرق الناشئين لحد ما وصلت 14 سنه، وجي نادي الزمالك اشتراني ب 150,000 جنيه، ودخلت نادي الزمالك. كان رقم ساعتها، كان 150,000 جنيه، كان يعني كان من اغلى الناشئين في مصر يعني في السنه ديت. وبعد كده دخلت نادي الزمالك، تدرجت في الفرق الناشئين ال 15 وال 17 وال 19، كنت بلعب مع الفرقه كلها يعني. والحمد لله يعني كنت من هدافين الدوري في كل سنه، وكابتن احمد مصطفى هو اللي اصر ان انا اكون موجود في نادي الزمالك. اتدربت على مع مدربين كبار جدا جوه النادي، وطلعت الدرجه الاولى. زي مين؟ تفتكر اسماء؟ طبعا افتكر طبعا كابتن مجدي شلبي، كابتن معتمد جمال، كابتن تامر عبد الحميد، كابتن غانم سلطان، كابتن مجدي السيد، كابتن شوقي حسين، كابتن محمود الخواجه، كابتن هشام يكن، طبعا دكتور محمود سعد لما طلعت الدرجه الاولى. فاتمرنت مع هنري رمشيل فوق، مع اندرو جوزلاف، كاجودا، كابتن احمد رمزي طبعا، كابرول، مستر فنجادا. فالحمد لله يعني طلعت مع كباتن كبار طبعا، كان موجود كابتن حازم امام، كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، كابتن مدحت عبد الهادي، كابتن وائل الاباني، كابتن عبد الواحد السيد طبعا، كابتن عبد المنصف. لعيبه كبيره جدا. الاسماء دي اللي خلت تواجدك في الفيرست تيم او منافسه ليك تبقى اصعب؟ طبعا، لان كان في الخط اللي قدام يعني كان عمرو زكي موجود، كابتن حسام حسن موجود، كابتن عبد الحليم موجود، كابتن وليد صالح عبد اللطيف موجود، كابتن سامح يوسف موجود، كله ضرب ضرب شيكابالا. فالحته اللي قدام كانت صعبه جدا ان انت تبقى متواجد فيها، ولكن في ماتشات كتير الحمد لله لعبت فيها، وكنت كويس، وكنت بشتغل يعني الحمد لله، وكنت بجيب اجوان يعني. بعد كده ايه اللي حصل؟ رحت من نادي الزمالك عملت ايه؟ لا، ما فيش. جه فتره مستر هنري مشيل، كنت بلعب منتخب اولمبيا اساسي، وبعد كده جه قال ان هو مش هيعتمد على الناشئين وبتاع. فالناس قالوا لي لا تجيب اعاره، لا تمشي يعني. فقعدت في البيت بعديها 6 شهور، كنت هحترف في اليونان، وبعد كده رحت بلديه المحله. قعدت 6 شهور، بتروجيت اشترتني بمليون ونص. بعد كده رحت المقاولين، وبعد كده رحت المقصه، وبعد كده احترفت في العربي الاردني وفي كربلاء العراقي. ودي كان لا مسكر. بعد كده لعبت بس في ناديين البنك الاهلي والمريخ البورسعيد. مسك الختام بس كده. بدات عملك في قطاع الناشئين بنادي الزمالك. اول حاجه جت ازاي؟ جت ازاي ان انا كنت خلاص بطلت كوره، وحبيت بقى ان انا ارجع النادي يعني. قعدت حوالي 15 16 سنه ما دخلتش. بطلت كام سنه كان عندك؟ انا بطلت حوالي 33 سنه يعني، كان لسه عندك تاني. خلاص بقى، انت لما بتحس ان الكوره مش هتديك حاجه، ف مش ماشيه معاك، مش هتقل بقى من نفسك يعني. انت عارف في السن الكبير ده انت بتبقى يعني مكون لاعب زمالك ومنتخب مصر، بتصعب عليه نفسه يعني. ان هو مثلا تلاقي ناس يعني في مدربين ما كانتش بتبقى حابه مثلا انت تكون موجود، او ما بتلعبش وبتاع. فخلاص بقى احترمت نفسي. اقتناع شخصي ولا اقتناع فني؟ لا والله اقتناع شخصي، لان انا يعني اتعودت ان انا لما اكون في حته لازم اكون ليا دور يعني. لما اتعودتش ان انا اروح حته وافضل قاعد فيها يعني كده، ان انا بقى لا، اقصد المدير الفني اللي ما كانش مثلا يديك فرصه، كان في منهم
فكرته او اقتناعه ده عشان فني ولا حاجه شخصيه او مش لا قابل؟ لا هي بتبقى قناعات فنيه. لكن في وقت من الاوقات خلاص يعني انت ما شايف ان انا مثلا مش هروح الحته الفلانيه مثلا هلعب او مش هلعب، فحسيت اني خلاص كده كفايه. وبعدين ختمت معايا ان انا اتصبت اصابه قويه في كسر في وش رجلي وانا في المريخ، فقلت بقى يعني اشاره من عند ربنا كفايه كده يعني. كفايه كوره. فقعدت بقى حوالي 15 سنه ما دخلتش نادي الزمالك، حاولت ادخل القطاع، كلمت الكباتن طبعا عشان ادخل، قعدت فتره صعبه يعني في الاول عشان ادخل النادي. بعد كده كلمت المستشار مرتضى، بصراحه لما كلمته قال لي كلم الكابتن فاروق والكابتن طارق يحيى، دخلت حطوا اسمي في الاكاديميات في الاول، ما رحتش. بعد كده فدي مكان في 2001، مسكت مع عصام حسن في 2001 شهر. جه الكابتن احمد عبد الرؤوف صديقي طبعا واخويا الكبير طبعا او الصغير، مسك 2003 كان معاه الكابتن عامر صبري والكابتن ايمن الطويل، وبدانا بقى الجهاز اللي هو بتاع الكابتن احمد عبد الرؤوف. خدنا البطوله بقى لها 15 سنه ما دخلتش نادي الزمالك، خدناها. وبعد كده طلبنا شادي، كانت سبب لتكوين الجهاز الفني ببلدية المحلة من البطولة زي دي؟ لا ده احنا كمان قبل البلدية رحنا مصر السلوم، هو كابتن احمد مشي راح بورتو مدرب عام كابتن اشرف توفيق، وبعد كده مسك مصر السلوم مدير فني. فاول ما مسك جابنا انا والكابتن عامر صبري والكابتن ايمن الطويل، وبقى هو ده الجهاز اللي احنا اشتغلنا فيه بقى في مصر السلوم. وبعد كده رحنا البلدية، صعدنا البلدية من 16 سنة برضه ما صعدتش، بعد كده رحنا كملنا الدوري الممتاز يعني السنه اللي فاتت. ايه اللي حصل؟ كابتن رؤوف والجهاز بالكامل كنتوا ماشيين كويس، يعني ان كان كمدير فني حضرتك كمدرب عام والمساعدين وبقيه الجهاز كله كنتوا ماشيين كويس. هو انا والكابتن عامر زي بعض. وكابتن عامر كمان، ايه الدروب اللي حصل؟ مفيش والله، احنا كنا ماشيين بخطه ثابته، بس لازم تعرف برضه امينا ان الانديه الانديه الجماهيريه بيبقى عندها بعض المشاكل يعني بتبقى فيها يعني. قابلتنا بعض المشاكل في اول السنه ان معظم اللعيبه اللي هم ان احنا انتدابات عايزين نجيبها، اللعيبه مش عايزه تيجي البلديه عشان المحله والقعده والغربه والكلام ده. فقابلنا وبالنسبه له برضه نادي جماهيري قوي كبير، ولكن لسه صاعد من الدوري الممتاز، يخافوا مثلا يحصل دروب. لا هي القعده بس بتاعت المحله كان فيها يعني المشاكل كلها، انه مثلا بيبقى متعود على القعده في القاهره، ففجاه بيروح المحله الوضع غير القاهره، فبيبقى عنده شويه مشاكل فما بيبقاش حابب يجي المحله. فقابلتنا بعض الصعوبات ودي منها يعني، معظم اللعيبه اللي كانت كويسه اللي كنا هنجيبها ما كانتش راضيه تيجي، فغصبا عنك انت كجهاز بتقعد تدور على اللعيبه اللي هي ممكن تشتغل معاك، فاتجهنا لطريق الاعاره شويه كتير، ومنها جبنا حسام اشرف وماجد هاني فهي دي المعوقات اللي قابلتنا في الاول. وبعد كده اشتغلنا ضغط مباريات في الدوري، اوقات تبقى شهر اجازه ومفيش ماتشات، فجاه كل 48 ساعه ماتش. دي اللي كنت عايز اسالك عليها، ودخل لك ماتشات كبيره وسط كل 3 ايام، فجاه تسافر اسكندريه في الاسبوع او 10 في ال 10 ايام مثلا 3 مرات، الطريق من المحله لاسكندريه مثلا 4-5 ساعات، وترجع وتروح وترجع وتروح وتروح برج العرب. الموضوع كان صعب جدا. ده كان سبب رئيسي في الدروب او الكيرف اللي نزل فجاه؟ ده كده. جبنا لعيبه في شهر واحد، لعيبه كبيره ولعيبه كويسه جدا، من الحظ السيء لينا طبعا ان هي كان منها عبد الله جمعه اتصاب، علاء مارسيلو اتصاب، يعني بيقابلنا سوء حظ شويه في اللعيبه اللي جبناها اتصابت، المزين سردباك اتصاب جاله صليبي، ما عرفناش نلعب بتشكيل ثابت مثلا ماتشين ثلاثه، كل ماتش كان بيقابلك مشاكل. مثلا ليه انتوا الفرقه الوحيده اللي كانت بتلعب في عز الحرب؟ يمكن الساعه 4 ده انتوا تحس ان مكتوب على النادي انه جنب اسم النادي كده نادي بلدية محله يلعب الساعه 4. معظم الماتشات فعلا كانت الساعه 4، ودرجه الحراره كانت بتوصل 44 و45 طبعا يعني. انا كمدرب ومش لعيب بقف مع اللعيبه في التسخين مش قادر اتنفس، الجو حر جدا. فبالك بقى اللعيبه بتقدموا تظلمات، بتكلموا كان اللي حاطط الجدول الاستاذ عامر حسين، بتكلموا حد من اتحاد الكوره، رابطه الانديه، تبعتوا لاي حد؟ كان بيبعتوا، كان ما حدش كان يعني بيرد، ما حدش بيرد يعني. انا معظم ماتشات الساعه 4 في عز النار، في انديه ثانيه منافسه كانت بتلعب الساعه 7 عادي. فكان مبدا التكافؤ هنا ما كانش موجود. بتلعبوا في ملعب الغزل؟ الغزل. وبعد كده بعد الغزل ملعب الغزل عادي بيتلعب عليه بالليل وكشافات بيتلعب. احنا ما لعبناش مثلا غير مثلا ماتشين، ماتش فاركو ولعبناه بالليل وماتش تاني بتاع النادي الاهلي مثلا، هو ده الماتش. لكن باقي الماتشات كله الساعه 4،
وبعدين المسافه مينا ان انا اروح اسكندريه، احنا في ماتشين كنا رايحين نلعب فاركو والاتحاد وحطوا لنا بينهم الاهلي. حطوا يعني حطوا مع ماتش الاهلي كان المفروض يتلعب، فجاه قال لك انت عندك الاهلي على وسط الماتشين دول. قال لك قبلها بقد ايه؟ بيومين ثلاثه قال لك ان انت هتلعب النادي الاهلي على طول. فاحكي لي كده بقى الخريطه بتاعتكم، انتوا كنتوا في المحل. في المحل رحتوا على رحنا لعب الاتحاد، بعد كده جينا من رجعتوا محله تاني، رجعنا لعب الاهلي القاهره. فين الاهلي؟ في القاهره. لا الاهلي عندنا في الغزل، وبعد كده طلعنا فاركو في اسكندريه. في كام يوم؟ في 8 ايام مثلا، 7 ايام. انا مش عايز اقول لك احنا رجعنا من ماتش الاهلي، يعني يومين تقعد يومين وتلعب ماتش، وتقعد يومين وتلعب ماتش على ماتش. احنا اخر شهر دوت لاعبين مثلا حوالي 8 ماتشات في ولا 9 ماتشات في. طب بتكسب ازاي؟ ما احنا اللعيبه حتى نوعيه اللعيبه اللي جايه بقى لها فتره ما بتلعبش، بقى لها فتره ما بتلعبش، فعشان ياخد كم الضغوطات بتاعت الماتشات دي فالموضوع هيبقى صعب عليه. يعني في ناس مثلا بقى لها سنه واتنين ما لعبتش. الاصابات عضليه؟ لا اصابات، لا الاصابات اللي في بقيه محلها. لا الاصابات اللي جات لنا الثلاث اربع لعيبه اللي كنا احنا جايبينهم في شهر واحد يعني نعتمد عليهم كلهم اتصابوا اصابات مفصليه كلها مش عضليه. يعني عندي مثلا عبد الله جمعه كسر في الشظيه بتاعت رجله، على مارسيلو في الشاظيه برضو الباكين ليفت بتوعنا مفيش حد. عندنا المزين صليبي. يعني معظم اللعيبه اللي جبناها بيقابلنا سوء حظ في القصه دي، فاضطر ان انت عندك السكواد، احنا ما عندناش سكواد ثابت في الماتشات. يعني احنا قعدنا فتره مش عارفين نثبت تشكيل نلعب بيه. طب ايه رايك في السيستم ده؟ ايه؟ ايه رايك في السيستم؟ بتمنى يعني اعاده تدوير السيستم. لازم السيستم واقع. طبعا يعني ما فيش دوري بيقعد لحد اخر 8. خد بالك انا بسال مدرب عام كان في فرقه في الدوري ممتاز، مش انا بكلمك بسأل. والله يعني انا مش بسال حد مثلا من الجمهور، ولا بسال لعيب مبطل من زمان وعنده 50 سنه بيتفرج. والله انا بكلمك من قبل المطبخ. والله احنا يعني احنا المشكله كانت بتقابلنا ان في توقف يقعد شهر او 25 يوم، وفجاه ضغط ماتشات 3 ايام، كل 3 ايام كل 3 ايام ماتش، خمس ست ماتشات ورا بعض، وانت نادي برضو يعني ما عندكش الكواليتي العالي من اللعيبه اللي تقدر عندها ان هي تقدر تستحمل ضغط الماتشات دي. على ذكر الكواليتي العالي، يمكن كنت بتكلم الحلقه اللي فاتت عن حته الارقام بتاعت اللعيبه، ويمكن الانديه اللي موجوده في مصر دلوقتي تقدر تدفع ارقام اللعيبه دي ممكن نعدهم على الايد الواحده، اللي هم يبقوا توب فايف. طبعا. من الاول للخامس دي فرق نوعا ما تقدر عندها تشتري لعيب ب 50 مليون ولعيب بمليون دولار. فجأة لأن الكورة في مصر بتوصل للليفل ده، وفجأة بقى السيستم زي ما أنت قلت مش نافع، وفجأة بقى في أندية بتتظلم. يعني الأندية اللي طالعة دلوقتي من محترفين للممتاز أو دوري نايل، هتواكب إزاي؟ هتجري في نفس التراك إزاي؟ وأنا عشان أجري اتنين في نفس التراك يبقوا لازم يبقوا متوافقين، قريبين من بعض، نفس السن، يعتبر نفس الهيئه في كل حاجه، لابسين شوز تاهل للجري، تراك نظيف. صح. ده يتعمل ازاي؟ لا يا القصه ان في انديه هنا في مصر عندها القدره الشرائيه ان هي تشتري لعيبه وتقدر تشتري وتجيب لعيبه محترفين كويسين، لكن في انديه مظلومه. مثلا اديك مثال، مثلا بلديه المحل الامكانيات الماديه برضو على قده، يعني نادي شعبي ونادي جماهيري، رئيس نادي بيحاول يجيب من هنا ومن هنا ومن هنا، بس تعمل ايه يعني؟ مش قادر، فهيضطر في وقت من الاوقات هتلاقي في دروب في الفرق، وهتلاقي ان انت مش هتقدر تنافس الفرقه ديت، فهتضطر ان انت يحصل لك مشاكل. ف اغلى لعيبه واغلى صفقه كان في البلديه كان بحوالي كام؟ والله انا ما كنتش بدون ذكر اسمه، بس اغلى لعيب يعني انا اعرف ان كان اعلى لعيب، يعني ما مش عارف من يعني اعلى حاجه واحد 700,000 او 800,000 جنيه او 900,000 حاجه في الحدود دي. ده عقد لعيب. لا احنا لا سيبك من العقد، لا ما اشتريناش حد، هو كان اعراض كلها، اللعيبه هتيجي فري، اعراض او فري. ما عندكش القدره الشرائيه ان انت تشتري حد، انت اعلى حاجه مثلا هتجيب اعراض، هتدفع فلوس في اعراض بس. طب لما يكون اعلى لعيب في الفرقه هنا 700,000 واعلى لعيب اقل لعيب في فرقه ثانيه اضرب رقم ده 10 مليون 15 مليون، يبقى ده مش فير. اكيد طبعا لانديه الشركات دلوقتي كلها متواجده في على الساحه الرياضيه دلوقتي، وعلى الـ على الـ على الـ على الكوره. ما عنديش مشكله في انه الاستثمار في الرياضه وفي الكوره، بس يبقى للكل. يعني انا ما عنديش مشكله خالص انه يبقى في لعيب ب 10 مليون، لعيب ب 50 مليون، هو ده كواليتي. صح. بس عندي مشكله ان فرق ثانيه تتظلم، وفرق طالعه من تحت نفسها، الفرق اللي طالعه من تحت دي كلها نفسها تبقى في التوب 5، نفسها تلعب افريقيا يا اخي. طب
كل نادي من حقه طموح متاح لكل الجميع وكل حاجه، لكن لو انت مش قادر فهتبقى عندك مشكله كبيره. فانت لازم تحاول ان انت تجيب فلوس وتشتغل، لان دلوقتي عامل الماده بقى يعني نمره واحد في الكوره دلوقتي. يعني انا دلوقتي كلاعب جاي لي مثلا نادي مثلا بمبلغ معين ونادي بمبلغ اقل، لا هروح للنادي الاعلى. فكل وقت بيبصوا للماده يعني. كابتن حسام، ايه رايك في حسام اشرف؟ انا عارف انك كنت بتكلمه وبتنصحه وبتقول له ومهاجم بيكلم يعني، فايه رايك فيه وكنت تقول له ايه دايما؟ لا حسام من الفراوده المحترمه، شخصيه جميله بره الكوره ومؤدب، لعيب كويس جدا، امكانياته كويسه جدا، جايب 14 جون السنه اللي فاتت، كان محتاج اللعب، والكابتن احمد عبد الرؤوف بصراحه يعني هو اللي اصر على ان هو يجيبه السنه اللي فاتت. الراجل لعب معانا بصفه مستمره، لعب بشكل اساسي، جاب 14 جول، كان من هدافين الدوري لحد اخر اربع خمس ماتشات. فبتمنى ان شاء الله السنه دي يعني يكسر الدنيا مع الزمالك. ايه سبب الدروب بتاعه؟ يعني هو لو كان لا الدروب اللي هو ما راحش منتخب اي لعيب اثرت عليه نفسيا؟ اه طبعا، لعيب في السن دوت ويبقى كل طموحه ان هو يروح منتخب مصر ويبقى وهو من هدافين الدوري وكان فارق اربع خمس تجوان عن الاقل منه وما راحش. فطبيعي ان انت مهما اتكلم فيه او اي حد يتكلم فيه او هو هيبقى زعلان. انت رايح الاولمبيات وكان اي حد بيحلم ان هو يروح. اتكلمت معاه؟ هو حسام يعني صديق شوية يعني اخويا الصغير وبنتكلم على طول، ولكن طبيعه بشريه وطبيعه نفس يعني انا لسه صغير في السن. هو شايفه ازاي في طريقه لعب جوزيه جوميز؟ شايفه ازاي مع نادي الزمالك؟ حسام كان محتاج لعب كتير، ولما جه البلديه لقى قصه اللعب الكتير فابتدى يجيب اجوان وابتدى يظهر حسام اشرف. بتمنى يعني ان هو ياخد فرصته كامله ان هو يلعب باستمراريه في الفتره الجايه في نادي الزمالك، لان هو حسام من نوعيه اللعيبه اللي هو عايز لعب كتير، فلعب كتير هتلاقي حسام اشرف مردود ليه كويس في الملعب. نادي الزمالك معسكر برج العرب بيتمرن مرتين في اليوم، بكره مباراه بدايه اولى مباريات الوديه. شايف ازاي كيفيه استفاده نادي الزمالك من المعسكر ده؟ يمكن خلاص 12 يوم او عفوا تقريبا او 12 يوم قد هيتقفل، بعد كده مباراه الكونفدراليه، بعد كده سوبر افريقيا في نفس الشهر يوم 27. عجبني كان قبل ما ادخل الحلقه عجبني ابراهيم صلاح وهو بيتكلم، قال لك ان الراجل ابتدى في الفتره الاخيره يريح ناس والدوري ما كانش الزمالك بس دفعنا ضريبته كاس مصر. ما هي دي الحاجه اللي كانت تزعل فعلا، هي ان احنا نطلع من كاس مصر، ولكن الراجل دلوقتي المفروض ان هو طبعا ريح الناس والناس خدت يعني قدر استطاعته من الراحه. دلوقتي بدايه فتره اعداد، في لعيبه جديده ابتدت تخش، شاف احمد محمود ابتدى يرجع، حسام اشرف ابتدى يرجع، المغربي الجديد الباك ليفت ابتدى يخش. فدي فرصه فتره الاعداد ان اللعيبه تخش مع بعض وتنسجم مع بعض، والمفروض ان الراجل دلوقتي حط ايده على التشكيلات اللي المفروض اللي هو حاططها في دماغه، لان هو دلوقتي لعب الفتره اللي فاتت كل الناس اللي هو كان عايز يشوفها، فالمفروض ان هو طلع باحسن حاجه من الفتره اللي فاتت. رؤيتك الفنيه لصفقه محمود بن تايك الصفقه المغربيه، وايضا في ظل غياب احمد فتوح، من رايك ايه البديل الانسب لمركز الجبهه اليسرى لحد ما فتوح يكون متواجد ان شاء الله؟ والله طبعا ان شاء الله باذن الله فتوح يرجع بالسلامه. صفقه كويسه طبعا كل حاجه، ولكن احنا لسه ما شفناهوش في الملعب يعني بصراحه. دايما انا متعود ان انا لعيب كويس كل حاجه، لكن لازم اشوفه في الملعب يعني. فاتمنى ان شاء الله يكون اضافه قويه لنادي الزمالك السنه دي ان شاء الله، لان احنا فعلا محتاجين في قصه الباك ليفت. لان انت في وقت من الاوقات كنت بتلعب يعني قصه الباك ليفت في مصر عامه، مش في شوطه في الباك ليفت يعني في مشكله في التسعه والباك ليفت يمكن واللي جه هو جي يعني، حتى ان شاء الله يا رب يتالق مغربي ان شاء الله. يعني الحاجه الحلوه برضو ان عبد الشافي ابتدى يرجع، و يعني بتمنى يعني ان شاء الله يكون هو اضافه لنادي الزمالك، لان انت جيت فتره من فترات بتلعب عمر جابر باك ليفت كتير جدا، بتخسر قيمه عمر جابر كباك رايت وبتخسر قيمه لعيب في الباك ليفت. بس هي دي القصه يعني. شايف انه مباراه سوبر افريقيا ان شاء الله كابتن عبد الشافي ولا بن تايك؟ لا اللعيب الجديد طبعا اكيد عبد الشافي، بقى له فتره كبيره جدا مصاب طبعا، محتاج وقت كبير عشان يرجع يعني. فالراجل رجع من اصابه قويه طبعا الصريح يعني، عبد الشافي يجيبه من البيت يلعب الراجل برضو. ده ما اعرفش حته والله اهلي زمالك زمالك اهلي دي، ما اصل انا جايب صفقه جديده، فمحتاج ان انا يعني لازم العبه، وانا جايبه عشان العبه. مش واحده واحده يعني، انت لو مدير فني هتلعبه؟ لا 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 العبه على طول طبعا، اصل انا جايبه عشان استفاد منه يعني. اصل انا لو جيت اقول بقى واحده واحده، طب ما انا كنت ادي الفرصه لحد تاني غيره.
وجهة نظرك ايه الاحتياجات الفنية في سكواد نادي الزمالك؟ ايه المراكز اللي محتاجة دعم 100% وما لا غنى عنها في الميركاتو ده لو فاضل عليه 10 ايام تقريبا او 9 ايام؟ والله انا يعني انا شايف ان السكواد دلوقتي كويس، يطلع منه حاجة كويسة جدا الفترة الجاية. كنا محتاجين في خط الهجوم ورجع حسام وبتاع، كنا محتاجين فرود افريقي كمان موجود معاهم. سيف الجزيري موجود، مع سيف الجزيري يعني ان شاء الله اما يرجع يعني رجع. اصل انت ما بتلعبش على بطوله واحده مين، انت ما بتلعب صح. في كذا بطوله يعني، فانت محتاج يعني، انت جبت حسام صغير، الجزيري خبراته بيلعب، ناصر منسي برده موجود، وسامسون انا كنت يعني كنت في اعتقادي ان سامسون ممكن ما يبقاش موجود ويجي مكانه فرود افريقي تاني. ده وجهه نظري لسه يعني. عندنا 9 ايام بتمنى يعني ربنا يكرم ان شاء الله كلنا ثقه، لكن يعني. بعد طبعا انا سمعت ان الونش رجع والونش مع المسلوسي مع ال خليني اسالك سؤال خبيث جدا. اتفضل. الونش، مسلوسي، حسام عبد المجيد، الله اعلم في تدعيمات في خط الظهر ولا لا، بس دول الموجودين حاليا، مين يلعب اساسي كثيرد باكات؟ لو الونش في حالته، لا الونش طبعا، الونش واتحط جنبه حد. مين؟ ما انا سؤالي على فكره مش على الونش، الونش اساسي كده كده. الونش والمسلوسي. مسلوسي. اه. مش حسام. لا حسام كويس وكل حاجه، بس ممكن يكون بديل ليهم يعني. طب انت كده خسرت المسلوسي في حته الباك رايت. ما انت عندك عمر جابر موجود، وعندك شحاته بيلعب باك ودو سته. فعندك حلو، انت عندك القصه احسن تبقى. في الثيرد باك احسن باك رايت. انا شايفه لما دخل في الثيرد باك طبعا كان كويس جدا. وبامانه ما حسيتش بفرق في القصه ديت يعني خالص. طب ما هو بيروح منتخب وبيلعب باك رايت، تحس ان في لخبطه. ده تصدع وجهه نظري انا. اه لا ما انا عارف، انا وجهه نظري متفق معاك على فكره يعني. لما لعب سرد باك يعني اقنعني انا ان هو يبقى سرد باك كويس جدا. حسام لعب كويس وكل حاجه ومنتخب اولمبي يعني ايا كان مين فيهم يعني، بس انا بتكلم لو انا هلاعب، لو الونش في حالته هلاعب الونش والمسلوسي. طيب عايز افتح عليك على تجديد نادي الزمالك لمحمد عواد. عواد بقاله فتره موجود في نادي الزمالك وابتدى واخد على الاجواء بتاعه نادي الزمالك وجاب بطولات مع نادي الزمالك، وفي وقت من الاوقات كان عواد هو رقم واحد ومتواجد وبيلعب بصفه مستمره. انا بحب يعني الاستقرار كويس جدا في قصه الاجوان يعني خطوه كويسه جدا من مجلس الاداره ان هو يجدد لعواد. هل كنت شايف ان في حارس مرمى افضل في الدوري المصري بديل لعواد؟ والله في جوان كتير، ولكن انا يعني الراجل ده دخل خلاص المطبخ وابتدى يشتغل ويعني كان معانا في ماتشات كتير كويس جدا وشال الزمالك كتير جدا في ماتشات وقعد يلعب كتير جدا وكان بصراحه كويس في ماتشات كبيره جدا وانا شايف ان الخطوه كويسه جدا ان هو يجددوا له. بدايه الكونفدراليه والمشوار افريقيا طبعا بالنسبه لنادي الزمالك وجماهيره هي البطوله رقم واحد. مشوار الكونفدراليه يبدا بمواجهه الشرطه الكيني اللي كسب بالبن الاثيوبي، شايف المواجهه دي ازاي؟ مباراه الذهاب، مباراه الاياب، وهتبقى قبل على طول مواجهه سوبر افريقيا. انا شايف ان الماتشين دول استعداد كويس جدا للسوبر الافريقي، سوبر مع الاهلي. احنا بطل الكونفدراليه محتاجين ان احنا يعني الماتشات دي انت عارف لازم من الاول كده ان انت تبتدي ايه تكسب عشان يعني بدايه الموسم لما بتكسب بتبتدي ايه بتدي اطمئنان للناس الزملكاويه والناس اللي متابعه الفرقه. فالماتشين دول يعني بدايه يعني ان شاء الله تبقى مبشره لموسم كويس لنادي الزمالك. شايف المباراه زي دي الزمالك ما عندوش خيار في حته الباك ليفت، بنتاك اول مباراه ليه يلعبها قصاد النادي الاهلي او يبقى مسموح له يلعبها تبقى يوم 27. شايف من وجهه نظرك تشكيل الامثل لمباراه زي دي لحد دلوقتي؟ تقريبا اي صفقه هتيجي تاني مش هتلعب دور ال 32. بص هو انا جايب الباك ليفت دوت جايبه عشان يلعب يعني. هو المباراه دي مش يعني عشان القيد. انا فاهم. انا بتكلم على حته ان ممكن لعيب جديد يجي يلعب عادي من اول مباراه. يلعب من اول مباراه. انا بس انا يعني انا جايب لعيب كبير عشان العبه، وانا لو قلت بقى انا هديله واحده واحده انا مش ناشئ يعني. ده لعيب كبير ومحترف خصوصا انه عاره بنيه يعني البيع يعني بشوف. لا وانا عندي مشكله في القصه ديت، فممكن يلعب ويبقى كويس ويأدي ويكمل. طب تشكيلك من وجهه نظرك للمباراه دي؟ انا يعني على لحد دلوقتي اللي انا اسمعه طبعا اللي موجودين هم دول موجودين. يعني القايمه دي هي اللي هتلعب مباراه 32. اي لعيب تاني هيجي مش هينفع يخش القايمه. يبقى مجموعات حراسه المرمى. حراسه المرمى محمد صبحي. خط الظهر من الشمال لليمين. الشمال انت عايز الشمال. عمر جابر شمال ماشي. يمين شحاته. اثنين سرد باكات المسلوسي وحسام عبد المجيد لو الونش لسه ما رجعش بالقوه اللي هو الونش فيها.
دونجا وعبد الله وناصر. لا ده بص اخيرا الكونفدراليه نلعبها بناصر ماهر وعبد الله وان شاء الله حمدي يرجع بالسلامه وزيزو ومصطفى شلبي والجزيري او حسام اشرف. لو الجزيري ما جاش يبقى حسام اشرف. شايف ان حسام اشرف هيبقى بديل للجزيري؟ لا بس الراجل لسه مفنش من هدافين الدوري وانا جايبه عشان ايه؟ هيبقى دي يعني الجزيري يلعب وحسام اشرف لو الجزيري موجود طبعا عشان يعني كجزيري رجله في الملعب وموجود بصفه مستمره مع نادي الزمالك فالجزيري وبعد كده حسام ابتدي ياخد بقى المسيره. نروح من المباراه دي لمباراه سوبر افريقيا، شايفها ازاي؟ شايف اللعيبه اللي جايه لسه برضو اجواء الزمالك والاهلي مباريات كبيره، مباراه واحده 90 دقيقه او لو امتدت لقاءات ترجيح تديك بطوله افريقيه تديك فلوس بالعمله تدخل خزانه النادي واحنا نفسنا في حاجه زي كده يعني. شايف المباراه ازاي كمجمل؟ بص يعني ماتشات الاهلي والزمالك يعني ما لهاش مقاييس ما لهاش توقعات، الاحسن في الملعب هو اللي في يوم المباراه الاحسن جوه الملعب هو اللي بيحسب النتيجه. الاخطاء اقل في قصه الاخطاء اقل في الجزء اللي ورا في المنطقه الدفاعيه هو اللي بيستحوذ دايما على نتيجه المباراه في ماتشات الاهلي والزمالك. ولكن طبعا بتمنى ان الزمالك يفوز ماتش ببطوله، ماتش بيعلم دايما مع جماهير نادي الزمالك وبيعلم مع كل الزملكاويه. ماتشات الاهلي حاجه تانية خالص مختلفه عن كل الماتشات اللي في الدوري، فنتمنى ان شاء الله الزمالك يبقى بدايه سيزون ببطوله يعني. كابتن عبد الله السعيد بتفضل مركزه فين يكون في الملعب؟ لو بيلعب 4 3 3 يبقى في الثمانيه موجود، يبقى 6 و88. لو بتلعب ب 2 6 هو يبقى 10. 10 وعبد الله لسه من ايام اللي كان بيلعب دخلنا خناقات عشان يلعب 8 ولا 10 8 ولا 10 هو احسن له ايه؟ طيب سيبك من الزمالك. عبد الله من اللعيبه اللي انت ما تعرفش هو يعني هو بيستلم الكره ما تعرفش يلعب لمسه واحده ولا لمسه ولا لعبه. عبد الله من اللعيبه في مصر اللي الكره هي جايه هو عارف يعني محضر التفكير بتاعه هيلعب ايه، مش لسه لا عبد الله وهي الكره جايه هو عارف هيعمل ايه في الكره محضر لنفسه. فعبد الله من اللعيبه الكبار جدا جدا بيستلم ويسلم كرة ثابته يعني بصراحه ما يعني انا وجهه نظر عبد الله لما كان بيلعب معانا كان بيلعب 10 يعني دلوقتي بقى 86 هو في الثمانيه برده شغال كويس لانه انت في ثمانيه بتنزل 6 تاني 2 6 فهو من الناس اللي بتيجي بالكره من تحت كويس جدا. اسالك سؤال عن الشائعات التي تحاصر نادي الزمالك والاقاويل ولكن استاذنك استاذن الساده المشاهدين فاصل سريع ونرجع مره ثانيه او تروح في اي حته. أكمل فريق الكرة بنادي الزمالك مسلسل إنجازاته في موسم 2002-2003 بتتويج عربي ثمين وسط أنصاره بقيادة مديره الفني البرتغالي نيلو فينغادا. العشرون من يوليو من عام 2003 كان موعدا لإعناق الزمالك لقب بطولة الأندية العربية التي أقيمت في القاهرة على حساب الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للمسابقة، وسجل ثنائية الفارس الأبيض في تلك المباراة تاريخية كلا من أحمد صالح ومحمود محمود ليعتلي أبناء مدرسة الفن والهندسة عرش الكرة العربية عن جدارة واستحقاق. ومثل الزمالك في تلك المباراة كل من عبد الواحد السيد وإبراهيم حسن ومحمد صديق ووائل الأباني وبشير التبعي وطارق السيد وأحمد صالح وتامر عبد الحميد وطارق السعيد وحازم إمام وحسام حسن، كما شارك من دكة البدلاء الثلاثي عبد الحليم علي ومحمود محمود وسامح يوسف. وخاض الزمالك في البطولة العربية للأندية نسخة 2003 بالقاهرة 6 مباريات استهلها بالفوز على الجيش السوري ثم التعادل مع اتحاد الجزائر والفوز على الشرطة العراقي، وتلقى خسارة وحيدة في المجموعات أمام الكويت الكويتي قبل أن يعبر عقبة الاتفاق السعودي في نصف النهائي ويرد اعتباره أمام فريق الكويت في المباراة النهائية بالتتويج على حسابه باللقب العربي الثمين. رأيك في الشائعات اللي بتحاصر نادي الزمالك وأي حد عايز يقول حاجة يقولها وأي صفقة حتى المجلس بيفكر فيها تعالوا نقولها ونخلي اللعيب بدل ما بمليون
ب 100 مليون، رايك ايه في الهيصه دي؟ لا والله يعني حريه التعبير انا ما عنديش مشكله، لكن هو كل اللي بتمناه ان يعني ولاد نادي الزمالك والناس اللي بتحب نادي الزمالك ان هي تتكاتف في الفتره الجايه، لان داخلين على موسم جديد محتاجين استقرار، محتاجين بطولات. فعشان تيجي بطولات والاستقرار لازم يبقى في تكاتف من ولاد النادي والناس اللي بتحب نادي الزمالك ان هي تتكاتف وتدعم النادي الفتره الجايه. ولكن انا اي حد عايز يقول اي حاجه يقولها، ولكن احنا اولاد الزمالك لازم ان احنا نكون داعمين للنادي الفتره الجايه ولفرقه الكوره طبعا. من نادي الزمالك لمنتخبنا الوطني، يمكن معانا خبر نقراه عن منتخبنا الوطني قبل نتكلم فيه، ونقول كمان نفكر الساده المشاهدين بقائمه منتخبنا الوطني لتصفيات المؤهله لامم افريقيا 2025. واصل منتخب مصر الاول لكره القدم بقياده الكابتن حسام حسن المدير الفني تدريبات المنتخب باستاد السلام في اطار الاستعداد لمواجهه كاب فيردي في العاشره مساء يوم الجمعه المقبل 6 سبتمبر في اطار مباريات الجوله الاولى من تصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2025 المقرر اقامتها في المغرب. تواجد في المران كل من محمد شناوي، مهد سليمان، مصطفى شمير، حمزه علاء، رامي ربيعه، رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي، شرف، محمد شحاته، احمد نبيل كوكا، محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطيه، امام عاشور، ناصر ماهر، زيزو، مصطفى فتحي، ابراهيم عادل، محمد الشامي، اسامه فيصل، بجانب الثلاثي احمد حجازي، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش بعد انضمامه مساء اليوم. المنتظر وصول الثلاثي محمد عبد المنعم، مصطفى محمد، محمد صلاح خلال ساعات، ومشاركتهم في تدريبات غدا الثلاثاء واكتمال صفوف الفريق طبعا منتخبنا الوطني. رايك ايه في القائمه يا كابتن؟ والله مين احنا دلوقتي مثلا يعني انت لو جيت في خط حارس المرمى الشناوي ومهدي سليمان ومصطفى شوبير وحمزه علاء، انا شايف ان يعني كان في حد في الدوري حارس مرمى ينضم؟ لا انا شايف ان دول كويسين يعني انا شايف الشناوي طبعا خبرات، مصطفى شوبير كويس، حمزه علاء لسه منتخب اولمبي كويس، بس يعني كان بتفسر بيه عدم وجود حارس محمد صبحي يعني كنت شايف محمد صبحي لازم يبقى موجود ممكن عشان الاصابه؟ ممكن ده بالنسبة لخط الحراسة المرمى. خط الدفاع أنا أحمد حجازي، رامي ربيعة، عبد المنعم، بيكهام، رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، واخد شحاتة باك رايت بالأسماء اللي قدامي. يعني بس القصة إن عدم وجود عمر جابر بس يعني كان موجود. هو واخد شحاتة باك رايت وليه مش واخد عمر جابر؟ ما أنا بتكلم هو مين الباك رايت الوحيد اللي موجود؟ الباك رايت اللي موجود هنا محمد هاني بتاع الأهلي بس هو واخد محمد شحاته بتالي بديل ليه باك رايت، وواخد احمد نبيل كوكا برضه بديل لمحمد حمدي باك ليفت. ليه؟ عشان ما هو مفيش حد في القصه دي، هو واخد الاساسي لكن انا بتكلم على الباك ليفت. انا بتكلم انا قلت لك هو باك ليفت واخد مين؟ باك ليفت هو دلوقتي واخد احمد نبيل كوكا ده واخده بديل محمد حمدي. يعني هو بيلعب باك رايت واحد ما عندوش اساسي ما عندوش بديل باك رايت هو واخد خالد صبحي برضه باك رايت وباك ليفت. انا كان وجهه نظري ان مكان خالد صبحي ده كان يبقى عمر جابر. ده وجهه نظري يعني. مفيش لعيب في مصر اشول يلعب باك ليفت. ما هو مفيش على مفيش باك ليفت يلعب في مصر. محمد حمدي مصر كلها فرقها في بس يعني هو يعني هو ابتدى يخش الاختيارات المنتخب الاولمبي يعني اللي هو اللي تحته على طول لسه جاي من البطوله. فلكن انا كان كل تعقيبي على عمر جابري، لكن هو واخد محمد شحاته باك رايت بديل لمحمد هاني، واخد احمد نبيل كوكا. كان بيلعب باك ليفت في منتخبنا الاولمبي كان كريم الدبيس تقريبا. كريم الدبيس ما خدوش. ليه؟ هو واخد احمد نبيل كوكا عشان احمد نبيل كوكا بيلعب نص ملعب وممكن يلعب باك ليفت، يعني هو واخد المركزين. يعني انا يعني هذه وجهات نظر طبعا كل واحد ادرى بيها، كل التمنيات والتوفيق لكابتن حسام حسن طبعا، لكن انا بتكلم يعني على قصه ان ممكن يعني كان ممكن مكان خالد صبحي عمر جابر. نص الملعب انا شايف ان النني رجع تاني مستواه كويس جدا في المنتخب الاولمبي وابتدى يرجع، محمد النني احنا نعرفه، حمدي فتحي شغال كويس قوي في قطر، مروان عطيه يعني اساسي في النادي الاهلي كويس، امام عاشور من احسن لعيبه في مصر السنه دي، ناصر ماهر مكسر الدنيا من احسن لعيبه في مصر برده في الزمالك، احمد سيد زيزو احسن لعيب من في مصر بقاله 5 6 سنين، تريزيجيه مكسر الدنيا، عمر مرموش الايام دي جامد جدا مكسر الدنيا، محمد صلاح طبعا يعني مهما اتكلم مهما اقول، مصطفى فتحي ماشي بخطوه ثابته جدا في
في بيراميدز ولسه جاب الكاس ومن احسن لعيبه الماتش الاخير بتاع في النهائي مع زد ابراهيم عادل، راجل مكسر الدنيا منتخب اولمبي. شايف ابراهيم عادل، مرموش تريزيجي. صلاح، تريزيجيه، لا خطوه قدام كويسه. لا انا بتكلم على حته الهاف ليفت او الوينج، مرموش، ابراهيم عادل، تريزيجيه. هل ابراهيم عادل ممكن يبقى ليه دور؟ هيبقى ليه دور متواجد، لكن انت يعني انت عندك ناس زي تريزيجيه وعمر مرموش وصلاح، يعني دول هم دول القوام الاساسي اصلا واللعيبه اللي بتلعب اساسي بسبب. لكن ابراهيم عادل جاي معاهم، ابتدى يخش، وزيزو طبعا موجود. عندك خط الهجوم مصطفى محمد، يعني مش شايف تسعه بعد مصطفى محمد بقى له فتره، مفيش. جرب بتاع انبي برضو مع عاطف، او احمد عاطف كويس، وفا جربه في الماتش اللي كان بره برضو على ما اعتقد ان هو ما اقنعهوش. فاسامه فيصل كان لازم من بدري ياخده بصراحه، اسامه من فراوده، حسام اشرف طيب، وحسام اشرف كان المفروض يروح منتخب اولمبي ومنتخب اول من فتره كبيره، ولكن هي وجهه نظر. اسامه من الفراوده الكبيره جدا، انا اسامه من وجهه نظري من احسن فراوده في مصر السنه دي في تسعه بالذات. يعني شايف ازاي فرص صعود منتخبنا الوطني في المجموعه لنهائيات طبعا او كاس الامم الافريقيه، وايضا في تصفياته في كاس العالم؟ طبعا بنتمنى ان شاء الله الصعود لمنتخبنا، ولكن افريقيا ما بقتش زي زمان يا امينة. زمان كنت بتبقى قبل ما تلعب عارف انت كسبان 4-5 وانت مستعد. دلوقتي البطوله الاخيره بتاعت افريقيا بينت ان خرجت من الكونغو، الفرق كنت بتعافر قدام كاب فيردي اللي انت اصلا هتلعبها. طبعا، فالفرق الصغيره اللي كان احنا بنقول عليها صغيره زمان دلوقتي بقت اتطورت جامد في الكوره، وبقى عندها محترفين بشكل كبير جدا بره. فلا الموضوع بقى صعب جدا، يعني الماتشات دلوقتي ما بقاش ليها مقياس زي زمان يعني. طيب اسئله الشاشه يا جماعه جاهزه معانا ولا لسه؟ جاهزه اسئله الشاشه؟ جاهزه. يلا بينا. جاهزة. يلا بينا. السؤال الاول، حسام اشرف قادر على قياده هجوم الزمالك اساسيا، نعم او لا؟ نعم. 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 السكواد اللي موجود. السكواد اللي موجود وحسام لما يخش مع لعيبه زي زيزو ومصطفى شلبي وعبد الله السعيد ونصر ماهر، اللعيبه دي يعني لعيبه كواليتي عالي جدا، هتقدر توصله للجون وان شاء الله يبقى على قدر المسؤوليه. طيب اللي بعده. ماجد هاني كان يستحق فرصه العوده للزمالك، نعم ام لا؟ نعم. ماجد من ولاد النادي، كنا ماسكينه في 2003، كان معانا في البلديه السنه اللي فاتت، معار من اللعيبه البلاي ميكر والثمانيه، بيلعب ثمانيه ولعب سته كويس قوي، وانا كنت شايف ان هو كان لازم يرجع تاني نادي الزمالك لوجهه نظري يعني. اللي بعده. كابتن احمد عبد الرؤوف تعرض للظلم بقرار رحيله عن تدريب بلديه المحله. والله كابتن احمد اتعرض لظلم كبير جدا السنه دي في بلديه المحله، لكن عايز اوضح حاجه، هو كابتن احمد كان عايز يمشي كذا مره، ويعني هو اللي طلب يمشي يعني. مش ليه طلب يمشي؟ لان في وقت من الاوقات كده خلاص، يعني انت شايف ان الدنيا خلاص ما فيش، يعني دي احسن حاجه احنا عملناها، احسن حاجه هو عملها، بيتعب جامد قوي. والله العظيم بتاعتها مش بنافق يعني، ولا يعني شهادتي فيه مجروحه جدا. انا عايز اقول لك ان في وقت من الاوقات والله بخش عليه الاوضه الاقيه قاعد على اللابتوب وبينام بيقعد بالسبع ثمان ساعات والله شغال، بيفضل قاعد لحد 3 4 الفجر شغال، 9 الصبح شغال محاضرات، يعني انا قافل على نفسه الاوضه ما بينزلش خالص. يعني في وقت من الاوقات بنقعد بال 10 ايام ما بنروحش بيوتنا. فبصراحه هو تعب جامد قوي السنه اللي فاتت دي، وتعرض لهجوم جامد جدا، هو مدربين الكويسين جدا وشاطر جدا، كان محتاج كواليتي عالي يشتغل فيه، لان هو عنده فكر بصراحه يعني بامانه، يعني مش يعني شهادتي فيه مجروحه جدا يعني، ومدربين الواعدين. وانا بقول لك ان احمد عبد الرؤوف هيبقى مدير فني كبير جدا الفتره الجايه. اللي بعده. لو تولينا تدريب اي نادي مع كابتن عبد الرؤوف، سنطلب ضم هذا اللاعب الشاب من الزمالك. اللاعب الشاب من الزمالك، والله في لعيبه انا كتير يعني، الواحد يعني احنا يعني لما يعني واحنا ماسكين في الزمالك في لعيبه كتير جدا، احنا ضربناهم في 2003 كلهم لعيبه كبار. نسيت اكلمك عن علي ياسر، ده فرود من الفراوده المعارض للفيوتشر. انا يعني من الناس ان علي ياسر ده لو لعب كتير وخد فرصه كتير هيبقى من فراوده مصر، منتخب مصر، عنده كل مقومات الفرود اللي انت ممكن تلاقيه،
وكنت بتمنى ان هو يرجع السنه دي كمان الزمالك يعني مع حسام. هو عرياس اللي تطلب ان هو يجي معاك لو لا مش انا بتكلم ان هو يرجع الزمالك معايا انا بقى يعني على حسب مين لعيب شاب في الزمالك شايفه ينفع معاك. والله انا لما جبنا حسام كان كويس، حسام اشرف كان كويس، ماجد كان كويس، احمد محمود كويس برده يعني، حمدي علاء بتاع سموحه ده لعيب برده من كويسين، محمد سيد، محمد سيد برده طبعا ده يعني ثندر وستة وثمانية ده لعيب كورته كويسه جدا مشابهني محمد ابراهيم. فلا في لعيبه كتير والله انا يعني مش عايز يعني مش عايز اقول حد وانسى حد يعني. اللي بعده اتوقع موسم مختلف لهؤلاء اللاعبين في الزمالك الموسم المقبل. اتوقع ان اللاعب من اللعيبه اللي جايه جديده يعني اللي موجودين حاليا مين تتوقع له موسم مختلف مميز؟ شايف احمد محمود لو لعب باك رايت ده يبقى مميز. طبعا انت عارف ان الزمالك كله كواليتي لعيبه كبيره، طبعا زيزو على عبد الله سعيد على ناصر على المسلوسي على عمر جابر على شيكابالا ان شاء الله يرجع، ف يعني هم دول اللعيبه الكويسين دول توقع لهم موسم اتمنى كويس. اللي بعده هذه اكبر مميزات جوزيه جوميز التدريبيه، ان هو ادى فرصه للناشئين كتير جدا جدا وكنت اتمنى لعيبه كتير من الناشئين تستغلها يعني. الراجل كان يعني مقتنع جدا بقصه ان الناشئين تلعب، وكان على ايامنا ما كانش فيه قصه الكم من لعب الناشئين في الفرص الكتير اللي هم بياخدوها دي. وعجبني جدا البوزيشن بتاعه في الملعب يعني اللعيبه في البوزيشن كويسين جدا. زي ايه؟ يعني الوقفه بتاعت اللعيبه في الملعب يعني البوزيشن السته والثمانيتين والثمانيه يبقى عكس السته الناحيه الثانيه، وثمانيه ساعات بيخش في فرو الثاني مع وهو شغال في الكره في التحضير. فلا يعني عجبني جدا في القصه دي. تاخد مجهود عشان تتنفذ؟ طبعا اسال القصه كلها تحفيز وشغل كتير يعني سالنا انا بقى يعني يعني احمد عبروف من النوعيه ديت برده، فتعبنا جامد تعب جامد جدا على ما ابتدي احفظ اللعيبه، لان في لعيبه بتبقى واخده على نظام معين وفي لعيبه بتبقى واخده ان هي تشتغل في سيستم وفي لعيبه ما بتعرفش تشتغل في السيستم. هي دي المشكله اللي بتواجه معظم اللعيبه مع المدربين او المدربين مع اللعيبه. اخر سؤال معانا. بعد قرار تجديد عقد محمد عواد، من الافضل يتولي حمايه عرين الزمالك، صبحي ام عواد؟ الافضل مش الجاهز. الاثنين جاهزين الاثنين بيتمرنوا. لو الاثنين جاهزين الاثنين بيتمرنوا محمد صبحي. اشمعنى؟ لا صبحي عنده مقاومات جون كويس جدا ومنتخب يعني انا مقتنع بصبحي يعني قناعتي ان صبحي يبقى هو نمره واحد يعني. عواد جون كبير وكل حاجه لكن انا قناعتي بصبحي. الموسم القادم اللي هو هيبدا في خلال 20-25 يوم هو كوبي بيست الموسم اللي فات، نفس الجدول بنفس الدوري عادي من ذهاب واياب، مفيش بقى دوري من مجموعتين، دوري من موسم واحد اللي هو وان واي يا ذهاب بس ومفيش عوده. لا الدوري زي ما هو، شايف الدوري اللي جاي برضه هنعاني بنفس طريقه الدوري ده؟ هنعاني لو ما اتحطش بدايه ونهايه. يعني لازم يتحط بدايته ونهايته زي الدول اللي احنا بنتفرج عليها الدوري بدا وشغالين وعارفين هيبداوا وامتى وينهوا امتى وعارفين معسكرات منتخباتهم امتى وعارفين الانديه اللي بتلعب في بطولات اسيا ولا افريقيا. فلازم الجدول بدايه ونهايه عشان ابدا وافنش ابقى عارف انا الفتره الزمنيه بتاعت البدايه امتى والفتره الزمنيه اللي انا هخلص فيها امتى لو انا عايز دوري. لما بيتعمل استثناءات واكسبشنز في نص الدوري، ما دي مشكله. احنا بره في ناس بتلعب كل 3 ايام بس عارفه من اول يوم هتلعب كل قد ايه، فيجي المدير الفني عارف الخطه بتاعته وعارف الفتره الاعداد بتاعته هتشتغل ازاي وفتره في المنافسه ازاي وعارف المواعيد اللي بيشتغل بيها ازاي فعارف هيحضر لعيبته ازاي. لكن هنا انت ما تعرفش تشتغل شهر على شهر في توقف شهر هتشتغل فيه ايه بعد فتره 3 ايام. فالموضوع كان يعني ما كانش مظبوط وكان محتاج ان هو يتظبط اكتر يعني. الموسم ده منتخبنا الوطني عنده ارتباطات بالجمله وكلها ارتباطات هامه. الموسم ده هيحدد او خلال السنه دي هتحدد تصعد كاس عالم ولا لا، كاس امم افريقيا ولا لا. كابتن حسام حسن لازم اوامره تتنفذ ايا كانت ايه هي، انا عايز لعيبتي تيجي. ده هيتحقق ازاي وسط الدوري والجدول اللي معمول بالطريقه دي؟ ما لو الدوري انتظم، لو الدوري انتظم وبقى شغال بصفه مستمره، انت عندك اربع فرق وارد يوصلوا نهائيات افريقيا. افريقيا ايوه صح. لا وارد يوصلوا نهائيات
فهل بتعمل حساب النهائيات من دلوقتي ولا بتحط رول معين؟ انت شايف ايه الصح؟ لا انا شايف الصح ان يبتدي مثلا عندي 1 2 3 عندي مثلا 4 فرق، الاربع فرق دول احط الجدول التصوري مثلا لو 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 هو هيوصل لنهائيات ولو هو ما وصلش، فالجدول يبقى عندك هنا وعندك هنا، يبقى انا عارف انا مثلا البدايه بتاعتي مثلا يوم كذا ونهايه الدوري بيوم كذا، عارف ان في فرق معينه هيبقى فيها توقفات في اليوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، طب لو ما في حاله كذا يبقى كذا، يبقى الدوري هو ايه شغال، يبقى انا عارف انا البدايه والنهايه بتاعتي. كابتن حسام حسن طبعا الراجل بيبقى عايز لعيبته وكل حاجه، بس لو اللعيبه جاهزه والدوري شغال بصفه مستمره الراجل هيبقى متابع اللعيبه بتاعته عن طريق ان هو يتفرج عليهم ويشوفهم، وفي اجنده دوليه الراجل يبتدي يتحرك فيها. بس من هنا لمباراه النادي الاهلي يوم 27 سبتمبر، شايف نادي الزمالك يستعد ازاي؟ يعمل ايه؟ والله يعني انا بالنسبه لي لو انت مدير فني، لو مدير يعني الفتره اللي فاتت في لعيبه خدت راحات كتير، في لعيبه جديده داخله على الفرقه، يضطر ان تبتدي فتره اعداد ابتدى من ماتشات وديه عشان اللعيبه تخش في مرحله الانسجام مع بعض، يبتدي يشتغلوا مع بعض لحد ما اوصل لتشكيل تشكيل كويس ابدا بيه الماتشات الجايه. بس شايف ان مباراه سوبر افريقيا دي هتدي دفعه ان شاء الله، لو ربنا كرم كسبنا دور ال 32 ورحنا خدنا سوبر افريقيا انا شايف من وجهه نظري دي تكون دفعه وبدايه تليد للبطولات الموسم كلها. ما انا قلت لك امينه في بدايه الحلقه ان الماتشين دول استعداد للسوبر، والسوبر لو كسبناه يعني بدايه كويسه جدا لان انت تبدا موسم بان انت كسبان سوبر. رسالتك ايه لعيبه نادي الزمالك؟ لا بالتوفيق الفتره الجايه، نادي الزمالك محتاج بطوله ومحتاج ان شاء الله الفتره الجايه بطوله، محتاجينها بطوله السوبر وان شاء الله تكون من نصيبنا باذن الله. رسالتك لجمهور نادي الزمالك؟ بالتوفيق ليهم كلهم ان شاء الله. عايز تقول لهم اي حاجه؟ لا 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 بالتوفيق ان شاء الله وان شاء الله يكون عند حسن ظننا السنه دي ان شاء الله باذن الله. كابتن حسام اسامه، انا كنت مبسوط وحضرتك معايا النهارده، وكادر رياضي مدير فني او يعني مشروع مدير فني متميز، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. انا سعيد جدا انا ببقى موجود معاك امينه، وبالتوفيق ليك ان شاء الله. شكرا كابتن حسام. اعزائي المشاهدين، الوقت الحلو بيعدي بسرعه، وللاسف خلصت حلقتنا، ولكن زي ما انا دايما بقول ورسالتي ليكم، دايما ندعم نادي الزمالك ودايما في ظهر نادي الزمالك، ودايما نكون سند وسيف ودرع نادي الزمالك. نصبر ان شاء الله، ان شاء الله الخير جاي لنادينا، ولكن الطريق مليان مطبات وطريق طويل، ولكن معلش انا عارف انه كتير من الجمهور مستني نادي الزمالك يبقى في احسن حال دلوقتي او امبارح مش بكره، وانا منكم، ولكن لازم نبليف او نصدق بالواقع، والواقع اللي احنا فيه ان نادي الزمالك بيمر بفتره صعبه، وبنحاول نحل المشاكل وبنحاول نقف مره ثانيه على رجلينا. دايما شغفكم يا رب، اكيد الاولويه دايما لجمهور نادي الزمالك، يا رب دايما شغفكم، ويا رب دايما اشوفكم في احسن حال واحسن صحه. توحشوني جدا جدا جدا، وتصبحوا على الف مليون سلامه وخير. سلام.